مساء الخير. مساء الخير. ألف شكر. تحية وسلام ومساء سعيد على كل اللي معانا في الاستوديو وكمان على الشاشة. فاكرين لما كنا بنكلم الأمهات من أيام حلقة عيد الأم في مارس وقلنا إن إحنا مع أمهات التوائم هنعمل لهم حاجة تغير حياتهم، حاجة تفرحهم، حاجة تدبر لهم حلول ذكية لموضوع التكاثر أو الانقسام اللي حصل في البويضات وهم حوامل وفجأة بقى البيت صغير عليهم. إحنا لسه مستمرين ومن اللي بعتولنا على صفحتنا فازت ميسة. ميسة دي ربة أسرة وأم من بنها من الأليوبية، ربنا رزقها بأربع توائم، عندهم أربع سنين وشهر أو شهرين حاجة زي كده. الحمد لله ربنا موسع عليها وعندها شقة حلوة، بس مشكلتها طول الوقت في أوضة نوم الولاد. الولاد دول محمد وعاهد وكريمان وفاطمة. صحيح ان اوضه الولاد شكلها حلو بس عندهم مشكله في الفانكشن في الوظيفه، الاعاد والنوم واللعب والذي منه لكل ام عندها اطفال. عارفه اللي احنا بنقول ايه؟ ميسه كان عندها الحظ والتوفيق ان هي تكسب معانا ان احنا نغير لها جزء من بيتها وجزء من حياتها بحلول ذكيه. ده محمد ودي فاطمة وده عاد ودي كريمان. انا بعاني قوي في موضوع اللعب بالذات، مش هم مش واخدين راحتهم زي ما انت شايف بتنططوا على السرير كده، بخاف بقى طفلي يقع يتعور. انا ست بيت قاعده في بنها، عندي اربع اطفال بربيهم، قاعده في شقتي محبوسه بقالي خمس سنين ما بخرجش. تحب تفك وتركب حاجات؟ لا طب بتحب لا لا البازل البازل بتحب البازل تركب اشكال. امال بتحب ايه؟ ايه سبايدر؟ اه بكره حاجه فيه لو انت وحش اخضر وحش بتحب الوحش الاخضر. بقول لك ايه، دلوقتي عندنا أوضة بنعملها لأطفال. تمام. محتاجك تساعدني في تنقية المنتجات. جوه اهو بيعملوا لكم اوضه جديده اللي انتوا ايه تلعبوا فيها وتقعدوا فيها. شكرا 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 يا امي. عايزين نعمل مفاجأة لماما. نروح مع انت. يلا يلا عشان نشوف. يلا يا بوتي يلا عشان نشوف اوضتك الجميلة. لا بتهزروا.
لا دي تحفه تحفه بجد. ومهما انا اتخيل انها تبقى كده مش يعني مش هصدق. لا لا جميله بجد. مهم قوي ان احنا طبعا هم اربع اطفال ولدين وبنتين عايشين في نفس الاوضه. عملنا السريرين دول، السريرين دول بيتفتحوا كل واحد يعني كل سرير منه يقدر فيه اثنين يناموا عليهم. طبعا ده الجزء بتاع الولاد وده جزء البنات. بما ان الاولاد بيحبوا الازياء التنكريه فحطينا لهم زي ديكور كده حاجات تنكريه، والبنات بيحبوا اللعب والعرايس وكده فعملنا لهم بيت للعرايس هنا. انا كنت قلقانه من التصميم لاني مش عارفه هتتصمم ازاي، بس لا هم غلبونا يعني. مبروك يا ميسه، ربنا يعطيكي ويفرحك بولادك. ودايما كده او لطيف انه الحياه والدنيا والناس تهادي بعض ويبقى في مفاجآت ساره لا على البال ولا على الخاطر، وده اللي احنا بنعمله. بعد الفاصل هنبتدي مع حضراتكم حلقتنا اللي فيها فقرات كتيره ومتنوعه ومن خلفيات مختلفه ومتباينه. بعد ضيف عزيز جدا عايز تعمل مقابله مع حسين فهمي، اقعد بقى احلم كتير. مش في رئيس مخلوع؟ في فنان مخلوع، ايه المشكله؟ عادي. لما اجر القصر بتاعه لزازا وجوزها وللقطط مقابل ان هم ياكلوا. في اللعبتين اخذوا 5 ميداليات. واحنا ما عندناش حاجه اسمها صعب. يلا هتحبسونا يلا. انما مازن بقى ده راح فين؟ كنا بالليل اصلا. هتسقاوة يا حسين تليفوني. مستهبل نفسي شوية كده يعني. قمت اتشجعت طلعت الموبايل وقمت مصورة. انت بتقولي معلومات واضح ان انت براجعاها. هو فين القصر اللي اتصور فيه الفيلم؟ انا عايزة اعيش الاحداث دي. بأمانة ما كنتش متخيلة ان انت مخلص قوي لهم كده. ان انا اتعامل مع ملايكة بالشكل ده الحقيقة كانت تجربة رائعة بالنسبة لي. كان الولاد بيتدربوا على الرملة. متدرب عشان ما اشعر. ترى ايه اعلى برج سكني اتبنى في الوقت دوت؟ هو بيجري البنطلون وقع شويه راح واقف عادل البنطلون مكمل. عاملين بيقول الحاج عبده، الحاج عبده فهو يسمع اسم والده فبيجري اكتر. من حبه من سنين كده كنت فاكراهم سنين قليلين طلعوا سنين كتيره قوي. كان في برنامج لطيف قوي قوي لاحمد حلمي اسمه من سيربح البونبون، فاكرينه لما كان بيقعد ويبقى قدامه اطفال صغيرين يسالهم ويناكفهم ويجاوبوا وفي الاخر يكسبوا جوائز. البرنامج ده كان من الطف البرامج اللي اتقدمت في وقتها واتعاد كتير واتذاع على كل القنوات، كل القنوات اللي كانت موجوده ساعتها. هي لما نيجي نفكر في البرنامج ده نلاقيه كان موجود من 13 سنه، وده رقم مرعب بالنسبه لي يعني. واي حد اتفرج على البرنامج ده يا خبر ابيض، 13 سنه الاطفال فيه كانوا لطاف جدا ودمهم خفيف. وطبعا احمد حلمي عنده ملكه رهيبه في ان هو يطلع من الاطفال اي قدر من الذكاء والعفرطه. خلينا نتفرج على مقطع من من سيربح البونبون وبعدين نقول لكم ايه اللي خلانا نفتكره بعد 13 سنه. جاهزين ولا ايه؟ ده انتوا شكلكم مخللين هنا. يلا هتحبسونا يلا. هنحبسك هنا. هنحبسك. طيب سؤال السرعة، فاكهة تبتدي بحرف الميم، محدش يقول هنا عشان السؤال ده ليهم. فاكهة بتبتدي بحرف الميم. مفتاح ايه؟ ايه؟ فاكهة. بال انت بتقول ايه؟ انا بقول فاكهة، عارف الفاكهة؟
زي التفاح والخيار. انت خيار ايه؟ التفاح والبرقوق وال... بتبتدي بحرف الميم؟ اه موز. اتفضل. تعالى طلعني. نعم؟ طلعني. هي أمارة من أولها. ازيك يا مازن؟ كويس. عامل ايه؟ كويس. اخبارك ايه؟ كويس. انت منين يا مازن؟ من أسوان. منين من أسوان؟ من شارع أبو سمبل. منين؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ اللي في ايه ده؟ دي لمض. لمض. اه وممكن تقع وممكن تقع علينا في اي لحظة. خد بالك فدايما طول الوقت خليك حريص. خليك واقف. انا حر قوي. ما عشان اللمط دي. وخد بالك طول الوقت خليك واخد بالك يا مازن. ماشي. عشان ممكن في اي وقت لمبه من دول تقع. طب ما تقع على مالي. ما هتقع عليا وعليك. مش انت اللي هتتعور. وانا هتعور لوحدي؟ آه. ما انت هتتعور معايا، ما هتقع عليك انت كمان. انا هطلع السلم على طول. مش هتلحق، مش هتلحق ولا تطلع سلم ولا تنزل سلم خالص. ودي شكلها كده ممكن يقع في اي لحظه. لفوق دي، لفوقك على طول دي. قالوا لي النهارده انها مفكوكه عايزه تتربط. قلت لهم اربطوها بكره. مش مهم، المهم نخش بقى ايه في الاسئله. اه خش. نخش في حسب اللمبه. مازن ده كان حكاية. حلقة مازن أو الحلقتين بتوع مازن كانوا حكاية. مش قادر أصدق أن أنا فاكرة الحلقة دي، والحقيقة اكتشفت أن في ناس كتيرة جدا فاكرين الحلقة دي وفاكرين الولد ده. طبعا فاكرين البرنامج، وأكيد أكيد فاكرين أحمد حلمي. من 13 سنة لحد دلوقتي أحمد حلمي يعني تصدر أعلى سلالم النجومية، الجوائز، الحب، الجماهيرية. إنما مازن بقى ده راح فين؟ مازن ده اللي جنن احمد حلمي وخلاه يصور معاه اكتر من 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 جزء او اكتر من حلقه. اكتشفنا انه مازن 13 سنه بقى هو خلص مدرسه ودخل التعليم العالي، وفجاه لقى الناس عماله تتداول المقطع ده تاني، وابتدوا اصحابه يقولوا له ايه ده؟ يعني ابتدوا مش بس يفتكروا، انما يقولوا له انت مستخبي فين؟ بقت في رحله بحث عن مازن. خلينا نقدم مازن ونسأله عن اللي حصل من ساعتها، من ساعة الحلقة دي لحد دلوقتي. مازن الكاشف من أسوان، بطل من سيربح البونبون، مع أحمد حلمي. أهلا يا مازن. ده أنت لسه زي ما أنت، أنت طولت بس. آه صح؟ أنت طولت هو نفس الشكل. لا لا اتفضل يا مازن. اهلا بيك يا مازن. اهلا. انت ما اتغيرت، انت طولت بس صح؟ لا لا دوب بس يعني. انت منين يا مازن؟ من اسوان. منين؟ من قريه ابو سمبل. بقى مش شارع ابو سمبل. انت كنت قلت له شارع ابو سمبل صح؟ اه قلت له شارع ابو سمبل. ايه يا مازن، هي الناس لقت المقطع ده وقعدت تدور عليك فجاه، ايه اللي حصل؟ والله هو مره واحده كان فيديو شاير يعني على الفيس وكده، واحد صاحبي كان عمل لي بقى منشن للفيديو. بس ففجأة بقى انا كنت كتبت كومنت بقى من ساعتها بقى ايه. اين انت يا مازن؟ اه احكي لي يا مازن، انت دلوقتي انت خلصت المعهد ولا لسه؟ لا لا لسه بدرس في ثانيه. اه بتدرس ايه بقى؟ في تجاره اداره اعمال. اداره اعمال. معهد عالي لاداره الاعمال. اه معهد عالي للدراسات المتطوره. اه واحكي لي بقى، انت رحت الحلقه دي ازاي؟ تعرف مين وداك ولا كان في مسابقه ولا ايه؟ لا لا هو كان عن طريق واحد قريبنا، فكان يعني كان واحد صاحبه زميله شغال برده في ايه في الكروب بتاع البرنامج وكده. بس فكان جاي معاه وكده فشافني انا كنت بلعب في الشارع. كنت كام سنة بقى؟ كنت 7 سنين تقريبا. من 6 ل7 سنين كده. فشافني وكده فبقى قال لي، انا كنت شايع بس شوية. يعني هو شايعك بتلعب في الشارع؟ كنت بتلعب ايه بقى؟ كنت بلعب مع اصحابي وكده. فبس فأصر بقى أقدم في البرنامج وبتاع. بس صوروني وفي البيت وكده بس، وعرضوا الفيديو للمخرج وكده.
بس بقى رحت بقى الحلقات بيسموها كاستنج يعني بيشوفوا ده يبقى مناسب ولا لا انه يشارك في البرنامج. مظبوط. كان ايميها بقى احمد حلمي عامل ايه اكتر فيلم كان عامله مكسر الدنيا ساعتها بقى ولا كان ايه؟ كان ايه؟ تقريبا ميدو مشاكل تقريبا. كان ميدو مشاكل يا دوب عامل اول فيلم من بطولته صح؟ ميدو مشاكل ده كان اول فيلم. كان في اول مع شيرين عبد الوهاب. بالظبط كده. كنت عارفه ولا لسه ما تعرفوش؟ لا كنت عارفه. لا اتعرفت عليه اكتر بقى في البرنامج بقى. كل اللي حصل ده كان زي ما بيقولوا على السجيه وعلى الفطره ما كانش مترتب. لا ما كانش مترتب خالص. لا هو كان كله تلقائي يعني. خلينا نشوف مقطع تاني من حلقه مازن مع احمد حلمي. ها بص البنت بتلبس نظاره. ما احنا هتلبس نظاره دلوقتي واحنا احنا الصبح ايه يا نظاره بنت. لا ولا تنزل ولا حاجه خلاص قلع كل الناس قلعت النظارات. عايز شوكولاته. عايز ايه؟ عايز شوكولاته. عايز شوكولاته. اخي ده رجعتني قوي. ما انت عمال تخبط على الكرسي من الصبح. شاول طفوله بقى وكده. لا مش شاول طفوله. لا مفيش طفل يعني ايه ده؟ حد قال لك لازم تعمل كده؟ لا ما حدش قال لي اي حاجه الصراحه يعني. لا كان. طب واللي كانت لابسه نظاره ضايقتك ليه بقى؟ اهو بقى كانت كنا بالليل اصلا. ولما البرنامج اتعرض اهلك بقى في اسوان عملوا ايه؟ لا انبسطوا جدا يعني بالموضوع يعني. حبوا الموضوع برضه يعني. كان يعني كان حاجه جديده بالنسبه لنا اصلا. وكلهم بقى والافيه بقى بتاع قلع النضاره ده انتشر جدا. مسمع. كسبت يوميها ايه يا مازن؟ كسبت موبايل. وادولك الموبايل فعلا؟ لا ادهولي فعلا. الحمد لله. استخدمته بقى ولا بعته ولا اديته لحد؟ لا كان اخويا الكبير اخذه. يعني انت ما خدتش حاجه من الحلقه؟ لا ما خدتش اي حاجه والله. والله العظيم؟ لا اخسى عليهم يعني. انت رحت وصورت وعملت السكسيه ده كله ورميت الافيهات دي كلها؟ طلع مورب بلا حب يعني. واخوك اللي اخذ الموبايل. طب يعني اشرح لي اتخانقت عيطت اي حاجه؟ لا هو اصلا يعني كان اصلا يعني هو كان بيخيروني بقى مثلا انت حابب ايه موبايل ولا بلاي ستيشن ولا كمبيوتر فانا كنت مصمم كان نفسي في موبايل ساعتها كان لسه موبايل جديد بقى وكان لسه منتشر يعني في الاخر بقى بعد ما عملنا كل ده ما تهنيناش بيه. كان موبايل شكله ايه بقى من الحاجات الكبيره بتاعت زمان لا ولا؟ لا اللي هو اللاسلكي كان سيمنز 25. موبايل لاسلكي ده كان اياميها الشريحه اغلى من موبايل اصلا. اي بس ما ايوه فكرتيني صحيح كانت شريحه غاليه. أيوة. اياميها. طيب روحت بقى وفرحان انت بالموبايل يا حبيبي ومتهني بيه. ضحكوا عليك ازاي بقى ادوا لك ايه عشان ياخدوا منك الموبايل؟ فين في في البيت بقى؟ ما هو بقى سجدوني بقى كده بايه بقى؟ نجيب لك حاجه احسن وبتاع في الاخر هم خدوه بقى. وما جابولكش حاجه؟ لا يا عيني. والله. طب والله ده احمد حلمي هيزعل قوي لو عرف انهم اخذوا منك الموبايل. بس وليه دخلت اداره اعمال؟ انا تخيلت انك ممكن تدخل حاجه لها علاقه بالتمثيل لها علاقه بالفنون. لا هو كان يعني كان نصيب يعني في موضوع الدراسه ده. نصيب ولا مجموع؟ لا مجموع برضه. مجموع. قول لي انت عامل ايه في الدراسه يعني؟ يعني ماشيين على الحروك. ايوه ليه بس انت شكلك ذكي جدا ولماح جدا. يعني اكيد هي مش مشكله ذكاوه. لا هو زمان بقى حاجه ودلوقتي حاجه ثانيه بقى. طيب انت عايز تشتغل بقى في اداره الاعمال ولا البرنامج اللي انت روحته من 13 سنه برضو زغلي العينيك يعني؟ لا اكيد بقى يعني كل شيء اسمه نصيب يعني. يعني انت مش عايز تدخل في التمثيل ولا اي حاجه؟ لا عادي يعني لو جات لنا حاجه اكيد مش هرفضها يعني. بس مفيش نصيب يعني. انت ممكن تمثل؟ ممكن تمثل؟ عادي بس ليه. ده جاهز. يا عادي. خلينا نشوف كمان جزء من البرنامج. انتوا صورتوا جزئين صح؟ صورت حلقتين يعني. الحلقه دي كانت الاولى كانت اول يوم والثانيه بقى لما طولت في الحلقه دي ايه
قال لك بقى تسجل تكمل بيت حلقتك الحلقه الثانيه. هم بنزل لهم فقره مع طفل مثلا نقول خمس دقائق وخلاص وشكرا، انت بقى جودت فاخدت وقت. وقت كتير، خلصت وقت الحلقه اصلا. فقالوا لك لا تيجي حلقه ثانيه. فبيت في مصر بقى. لا ما انا اصلا مقيم في القاهره يعني، من اسوان بس مقيم في القاهره. وهو البرنامج ده كان إيه، اتصور على كام يوم او حاجه؟ هو كان تقريبا البرنامج كله على مدار يومين. كل الحلقات على مدار الحلقات دي كان يومين او يومين، وثالث يوم كنا استلمنا بقى الجواز وكده. طب خلينا نشوف المقطع ده. اهلا وسهلا بيكم، حلقه جديده النهارده ومعانا ضيف عزيز جدا. لا حول ولا قوه الا بالله. معانا ضيف عزيز من الحلقه اللي فاتت، انا سايبه بس الواضح انه راح غير ولبس الزي الوطني بتاعهم. و انا جاي لك نشوف الموضوع ده مع بعضينا. لو كان في فيلم في التلفزيون وفي عادل امام والفيلم ده جاي بالليل وانت عايز تقعد تتفرج عليه، قام جالك باباك ابوك يعني وقال لك خش نام خش نام، لازم تنام دلوقتي عشان لازم اطفي النور وانام انا كمان، هتقول له حاضر وتنام وانت ساكت خالص؟ حاضر هخش انام، ولا هتقول له لا انا عاوز اتفرج على الفيلم؟ هلا عايز اتفرج على الفيلم. قال لك مفيش فرجه على الفيلم، خش نام يا مازن. هتعمل ايه؟ خش انام. هتسمع كلامه في الاخر يعني؟ اخر كلمه. اخرك هتسمع كلامه. صح مظبوط. برافو عليك يا مازن. كده انت جاوبت السؤال الرابع. انت دلوقتي كسبت الموبايل. طيب اخد الموبايل. ما هو موجود معاك، انت مش هتخسره لو انت ما عرفتش اي سؤال من اللي جايين دول. الموبايل معاك زي ما هو، مش هيضيع عليك يعني. ماشي. طيب اسالني سؤال صعب جدا ما اعرفش اجاوب عليه. انت هتعرف تقول اللمبه بتنور على ايه وبيركبوها ازاي؟ مازن قول لي ان دي كانت من احلى الحاجات اللي حصلت لك في حياتك. لا الصراحه يعني كانت تجربه ما تتنسيش يعني. قول لي اللي معاك دول اصحابك ولا زمايلك في المعهد ولا؟ لا اصحابي واخواتي. طب عرفني بيهم كده. ده محمد ابحور واسامه خالتي واحمد ابن عمي وعبد الله ابن خالتي ومهاب صاحبي. مازن بقى هو النجم اللي فيكم. ده نجم المنطقه صح؟ مش فاكر حاجه خالص. ده انتوا كنتوا في سنه كام لما طلع مع احمد حلمي؟ انا والله ما كنتش فاكر في سنه كام. شفته في التلفزيون وخلاص. شفته في التلفزيون وخلاص. بس عامه هو لحد دلوقتي لسه معاه التليفون. لسه ده بيقول اخوه اخده منه. لا بس هو ماشي مش شغال بس محتفظ بيه. يعني هو محتفظ بالتليفون اللي كسبه في من سيربح البنبور. لسه معاه ذكرى. لا بس هو اصلا كان ضايع بس لقيناه يعني. تفتكر ايه ولا ايه يا مازن؟ انت عندك حاجات كتيره والله. مازن بحييك وبقولك انت كنت طفل لطيف جدا ودمك خفيف جدا، وان شاء الله ربنا يرزقك باولاد واطفال دمهم خفيف زيك. الله يخليك. سلامي وتحياتي لكل اهالي قريتك وبالتاكيد لاحمد حلمي. الله يخليك. والحقيقه انا هقولك على حاجه، انا لما قعدت اتفرج تاني على البرنامج واحنا بنحضر للفقره دي حسيت كده انا عايزه اقول لاحمد حلمي يا ريت تعمل تاني من سيربح البنبون. يعني يا ريت تاني تقعد كده ويبقى في اطفال عمال تسالهم بخف الدم، يمكن نلاقي 10 مازن كمان معانا. مازن الكاشف بطل من سيربح البنبون بعد 13 سنه. سنة الجميلة ذات الجسم الجميل المتناسق تزوجت من سنب القزم. في بنت بتعمل فيديوهات على الانترنت وعليها مشاهدات كبيره، موبايل وبايدي او سيلفي ستيك، بيبقى لها مواصفات خاصه. مش اي حد لما يقول لك انت بتعملي حاجه حلوه تقومي مبسوطه. هو انتوا ليه الاولمبياد الخاص دايما كده بتفرحونا؟ عملت العزاء اللي عليا وباقي على ربنا. واحنا ما عندناش حاجه اسمها صعب. انت بتقولي معلومات واضح ان انت براجعاها. هو فين القصر اللي اتصور فيه الفيلم؟ انا عايزه اعيش الاحداث دي. ما كانش عندك المعلومه. ما كنتش جريئه بما فيه كفايه ان انا اعمل ده على طول. وهي دي اللي عندك واللي بتتحس كده من اول ثانيه. يعني حبيتي تخشي تصلي جواه
هتنبهري، في حاجه تانية تماما خالص، ما تحسيش انك في مسجد، انما انت كنت بتدوري على المبنى اللي على النيل اللي باين من الاتوبيس النهري بتاع احمد مظهر وصباح. دايما تقولي راح فين زمن الشباب، اقول لها هروح اول لما بشوفك ما بيروحش في حته. يا حسين هتسقاوه يا حسين. معظم الفيديوهات اللي موجوده على السوشيال ميديا لها كده مواصفات يعني مشتركه، يا اما يبقى فيديو كوميدي، معظم الفيديوهات اللي عليها مشاهده قصدي اللي تعمل فيديوهات عاليه، يا اما تبقى فيديوهات كوميديه، يا اما تبقى فيديوهات للبنات بيعلموا مكياج يعني بيدخلوا عليها بشكل مرعب، بيبقى لها مواصفات خاصه. انما الفيديوهات المعلوماتيه، الفيديوهات اللي فيها حاجه بتتقال عن حقائق، دي قليله قوي الفيديوهات اللي عليها، بتبقى مش كتيره، موجوده بس ما بيبقاش عليها مشاهدات عاليه، اللهم بعض الحالات القليله جدا اذا ما كانتش النادره. مؤخرا في بنت بتعمل فيديوهات على الانترنت وعليها مشاهدات كبيره، يعني لما يبقى فيديو واحد عليه 500,000 مشاهده، 400,000 مشاهده، وهي لا بتعلم البنات مكياج ولا بتتريق او بتعمل فيديوهات كوميديه، بتعمل فيديوهات سياحيه. بنت مصريه لطيفه جدا اسمها بسنت، كل مره بتروح مكان وبتفضل تحكي تاريخه والحقايق والمعلومات اللي عليه بس بطريقه بسيطه ولطيفه وقريبه من الناس. الغريب ان الفيديوهات دي انتشرت جدا واتشافت جدا مع انها معلومات دقيقه وموثقه من الاثار او من السياحه. خلينا نبص على فيديوهات بسنت. يسعد صباحكم، صباح الخير، السلام عليكم. شايفين ابو الهول هناك؟ لما هتروح ابو الهول هتلاقوه بدون مناخير. من 4500 سنه سنه الجميله ذات الجسم الجميل المتناسق تزوجت من سنب القزم. بصوا معايا على سنب، هتلاقوه قافل ايديه ومربع رجليه، لكن هتلاحظوا ان حجم ايديه ورجليه صغيرين بالنسبه لحجم راسه، ودوت نتيجه لمرض التقزم. فاكرين فيلم الايدي الناعمه؟ فاكرين احمد مظهر لما كان قايم بدور برنس لكن مش لاقي ياكل، لما كان بينادي لبتاع البسبوسه في القصر وياخد منه حته بسبوسه ويديله حقها نشان، لما اجر القصر بتاعه لزازا وجوزها وللقطط مقابل ان هم ياكلوه، فاكرين لما حبه لصباح غيره وخلاه بقى نشيط ويروح سوق الخضار ويوفر اجره الجناين اللي هي 3 جنيه ويبوظ جوانتي ب 10 جنيه عشان يضرب بالفاس في جنينه القصر؟ اهي كل الاحداث ديت حصلت في القصر اللي ورايا ده. القصر دوت موجود على شارع مراد قبل نفق العجوزه بحبه صغيرين. ناس كتير قوي بتفتكر ان ابو الهول مناخيره اتكسرت على يد المدافع نابليون لما كان في مصر عام 1798، لكن في الحقيقه نابليون بريء، والدليل ان زار مصر مستكشف دنماركي قبل ما يجي نابليون ب60 سنه ورسم رسومات لابو الهول وبدون مناخير. كلنا عارفين ان مصر عندها العجيبه الوحيده اللي باقيه من عجائب الدنيا السبعه، واللي هو هرم خوفو في الجيزه، لكن ما نعرفش ان مصر محظوظه وكان عندها اثنين مش بس واحد. العجيبه الثانيه من عجائب الدنيا السبعه كانت مناره مبنيه بالظبط في نفس المكان ده، مكان قلعه قايتباي في الاسكندريه. يا رب تكون المعلومه عجبتكم، يا رب تكون قصه حب سنت وسنب عجبتكم. تعالوا المتحف زوروه. انا عن نفسي مبسوطه جدا ان انا عرفتها، لان تعبت علشان اعرف هو فين القصر اللي اتصور فيه، خصوصا ان كل المعلومات اللي موجوده على النت غلط. اشوفكم في حلقه ثانيه مع بسنت نور الدين. خلينا نرحب بيها بسنت. اهلا يا بسنت. اهلا اهلا، اتفضلي اتفضلي. ايه الحلاوه اللي انت عاملاها دي يا بسنت؟ الله يخليكي، شكرا. انت جايه متاخره ولا متلخفينه مكسوفه كده ليه؟ لا عادي يعني، مش مكسوفه يعني، بس مبسوطه يعني ان انا معاكي. يعني انا اللي مبسوطه يا بسنت، لما شفت فيديوهات انبسطت قوي منك. الحمد لله. انا انبسطت جدا لما عرفت انك انت مبسوطه بيها يعني. لا هقول لك، انا فعلا عملت حاجه حلوه يعني. مش اي حد لما يقول لك انت بتعملي حاجه حلوه تقومي مبسوطه، بس في ناس معينه لما تقول لك انك عملتي حاجه حلوه تحسي فعلا انك عملتي حاجه حلوه. بس خليني اعبر عن نفسي واقول انا ليه انبسطت من الفيديوهات.
اتبسطت ان انت اولا معتمدة على معلومات مش اي كلام والسلام. على فكره انت ممكن تصوري صوره حلوه ولطيفه ويا جماعه ده حاجه ظريفه وتعالوا زوروها. لا انت بتقولي معلومات واضح ان انت مراجعاها. صحيح. اول حاجه عجبتني. الحاجه الثانيه ان انت ما دلقتيش المعلومات زي ما هي في الكتب، انت حطيتيها بطريقه لطيفه. الحاجه الثالثه انه لسبب ما حصل كونكشن، حصل تلاقي ما بينك وما بين كل اللي بيتفرجوا. فانا اكون سعيده جدا لما الاقي 500 الف مشاهده على فيديو زي ده، اكتر ما الاقي 500 الف مشاهده على فيديو مكياج. يعني احس انه في حد كده عايز يقول حاجه عليها القيمه. عشان كده انبسطت قوي يا فسانت من الفيديوهات. الحمد لله. قولي لي ابتديت ازاي بقى؟ ابتديت ازاي بقى؟ هي قصه يعني شويه طويله يعني. احكي وخدي راحتك. هي ليها كذا سبب. اولا من وانا صغيره وانا نفسي ابقى مذيعه، تمام؟ بس مش عايزه ابقى مذيعه وخلاص، يعني عايزه ابقى مذيعه ليا رساله وليا هدف، مش مجرد بس ظهور على الشاشه وخلاص. السبب الثاني اني بحكم شغلي كمرشده سياحيه وفي خروجات، يعني في خروجاتي كمان مع اصحابي وكده، بقعد احكي لهم قصص الاماكن الاثريه اللي بنعدي عليها. خريجه سياحه وفنادق. سياحه وفنادق، دي دراستك يعني؟ دي دراستي. تمام. بس فلما كنت بقعد احكي لهم عن الاماكن الاثريه اللي بنعدي عليها وهم مش عارفين حكايتها، كنت بلاقيهم مبسوطين وعايزين يسمعوا اكتر، وحابين طريقه حكي، وحبوا كمان المكان اللي انا بحكي عنه. فكنت حابه ان ناس اكتر كمان تعرف عن الحاجات ديت اللي بحكيها لاصحابي او بحكيها للناس في شغلي. بس ما تشجعتش على طول. لقيت كذا حد من اصحابي ومن الناس اللي انا اعرفهم مقربين ليا بيشجعوني، بس انت ما تنزلي الحاجات دي على ساوند كلاود او ما تصوريها فيديو وتحطيها على الفيسبوك واليوتيوب. بس برضو ما تشجعتش على طول، يعني ما كنتش جريئه بما فيه كفايه ان انا اعمل ده على طول. بس لغايه لما في يوم كنت في رحله ومعايا اجانب في قلعه قايتباي في اسكندريه، وكنت مستنياهم يخلصوا الفري تور جوه القلعه، وانا قاعده كده قلت طب ما تتشجعي وتعرفي الناس عندك على الفيسبوك المعلومه اللي انت عارفاها، وناس كتير قوي ما يعرفوهاش عن القلعه، وخلي الناس تستفيد وتحب بلدها وتحس بالجمال اللي فيها والحاجات الحلوه اللي فيها. بس فقمت اتشجعت، طلعت الموبايل وقمت مصوره فيديو كده كان مدته دقيقه. كانت فديته دقيقة ونزلته على الفيسبوك عندي، ولقيت بقى فيه تفاعل كتير قوي حلو من الناس اللي عندي، والله وجميل يا بسنت وعايزين أكتر. فبالتالي تشجعت فقمت عملت صفحة رسمية على الفيسبوك، وعليها بقى أنزل كل أسبوع فيديو عن مكان ما حلو في بلدنا يعني. وكنت متوقعة كل المشاهدات دي؟ خالص ما كنتش متوقعة خالص. أنا كنت متخيلة أن أنا أول ما هعمل الصفحة هقعد بقى كل شويه اقول لاصحابي اعملوا دعوه للناس اللي عندكم يعملوا لايك وفولو للبيج، عارفه الناس بتشحط لايكات كده. اللي هو كنت متخيله انا هقعد اعمل كده محترفين. بس واقعد بقى ادفع مثلا فيسبوك، ادفع فلوس عشان خاطر الفيسبوك يوصل الفيديو لاعداد اكتر. بس لقيتني مش محتاجه لده، لقيتني اول فيديو لقيت اعداد كبيره بتتفرج عليه وبتعمل لايك وشير. ما كنتش متخيله الصراحه، اللي انا كنت مفكره ان الناس بس همها تتفرج على حاجات بتضحك يعني حاجات وخلاص تسليها وتضحكها. ما كنتش متخيله ان هم هيبقى عندهم اهتمام يعرفوا عن حاجات حلوه موجوده في بلدهم. اولا انت سنك من سن اللي بيتابعوا على الفيسبوك وكل الوسائط اللي موجوده، فهو شايف واحده من سنه بتحكي له حاجه. الحاجه الثانيه، فاكره فيلم خلي بالك من زوزو؟ فاكره المشهد اللي كانت سعاد حسني وحسين فهمي اللي معانا في نفس الحلقه دي بتقول له اهم حاجه الحماس يا استاذ؟ اهم حاجه الحماس. طيب سعاد حسني او صلاح جاهين اللي كتب السيناريو الحماس، بس في حاجه تانية كلمه اقرب وهي دي اللي عندك واللي بتتحس كده من اول ثانيه، الشغف. انت بتحبي اللي بتعمليه ده يا بسنت؟ صحيح. بتحبيه ومليانه بيه، مش يعني مش بتمثلي ان هو انا متحمسه، لا هو الشغف ده جواكي للحاجه، ودي موجات بقى كهرومغناطيسيه، معرفش موجات لاسلكيه بتوصل. صحيح. تماما. فالناس حبت الفيديوهات دي. انا فعلا كل حاجه اتكلمت عنها انا بحبها جدا.
شفت يعني بقى. التمثال بتاع سنت وسنب انا فعلا كل مره باخد فيها ناس المتحف قاعد اقول لهم ده اكتر تمثال انا بحبه في المتحف. يعني القصر بتاع فيلم الايدي الناعمه انا مغرمه اصلا بالفيلم، وكان يعني عندي يعني سؤال من زمان كده، هو فين القصر اللي اتصور فيه الفيلم؟ انا عايزه اعيش الاحداث دي واقعد اتخيل احمد مظهر وهو عمال بيزرع الجنينه وهو يعني انت كواحده مخصصه في السياحه مش عارفه هو الفيلم ده القصر ده في انهي حته عندنا؟ ما كانش عندك المعلومه؟ ما كانش عندي المعلومه وحاولت ادور عليها لقيت يعني بالمنطق كده ان هي غلط، يعني بيقال ان هو اتصور في قصر الطهره وقصر الطهره ما هوش على النيل، في حين ان القصر كان باين في الفيلم ان هو على النيل. فقعدت بقى نزلت بنفسي اخدت الاول سكرين شوتس للفيلم، قعدت اتفرج عليه بتركيز واخد سكرين شوت للقصر. انا هقول لك هو ممكن يبقى في داخلي وخارجي، ممكن يكون الداخلي في قصر الطهره والخارجي بتاعه او اللي هو اللي على النيل ده هو اللي انت لقيتيه. يعني انت عارفه التصوير مش دايما بيبقى اللي جوه هو اللي بره في الافلام او في الدراما، انما انت كنت بتدوري على المبنى اللي على النيل اللي باين من الاتوبيس النهري بتاع احمد مظهر وصباح، وكمان اثناء برضو لما كانوا بيقعدوا في الجنينه بيستقبل ناس داخله وناس خارجه كان برضو نفس الوجهه سكات قعدتي بقى تدوري بالويم، يعني تفتكري الفيلم ماشي ازاي وتمشي وراه. قعدت الاول يعني خدت صور اول للفيلم تمام، وقعدت اخد بالي ايه الحاجات المميزه اللي موجوده حوالين القصر علشان خاطر يعني اقدر بسهوله اعرف القصر فين. فلقيت مبنى مميز كده كان مرتفع جدا في وقت ما كانش فيه مباني مرتفعه، ورحت للمبنى دوت وبصيت بقى وانا واقفه عنده على النيل، وقعدت اخد صور للقصور اللي موجوده على الناحيه الثانيه من النيل لغايه لما لقيت القصر. بقيت مبسوطه جدا بقى وعديت على الناحيه الثانيه ورحت واتاكدت فعلا من الناس اللي شغالين في المتحف ان ده لقيتين، وده كانت اللي هو فيلا او بيت متحف محمود خليل. محمود خليل اللي اتحول لمتحف، هو كان بيته الاول ومراته هي على فكره اللي وصت يعني انه يبقى متحف، مراته حسب الذاكره هو توفى اللي قبلها وهي نفذت الوصيه. هو توفى يعني. قبلها هو توفى قبلها وهي اللي سلمته يعني كمتحف. صحيح. القصر اللي اتصور فيه فيلم الايدي الناعمه هو متحف محمد محمود خليل ومش قصر الطهره، لان ببساطه الصور بتاعته ما هياش زي صور قصر الطهره اللي ناس كتير بتدعي ان هو اتصور فيه. وثانيا عرفت من خلال مشاهد في الفيلم بتبين ان القصر موجود على النيل، ومن الناحيه الثانيه من النيل كان فيه برج سكني عالي جدا. حاولت ادور واعرف هو البرج ده عباره عن برج ايه؟ قعدت ادور في الزمن اللي اتصور فيه الفيلم في الستينيات يا ترى ايه اعلى برج سكني اتبنى في الوقت دوت، وعرفت ان هو برج بولمان اللي ورايا دوت موجود في جاردن سيتي على كورنيش النيل. اللي كان اعلانها محطوط فوق البرج. برج بولمان وراه برضو حكايه ظريفه. برج بولمان كان اعلى واول ناطحه سحاب تتبني في مصر في الخمسينيات، لانه حتى اتبنى قبل برج القاهره. الجميل كمان ان المهندس المعماري اللي اسمه نعوم شبيب واللي صمم البرج دوت هو نفسه اللي صمم برج القاهره في الستينيات. إيجار البيت الواحد في البرج دوت كان حوالي 30 جنيه، وده كان مبلغ كبير جدا ما يقدرش عليه غير الأغنياء. لذلك هنلاقي إن فيه مشاهير كمان سكنوا فيه زي محمد فوزي
وشريفة فاضل اللي ما زالت موجودة فيه لغاية دلوقتي. أول لما اتبنى ناس كتير قوي عرضت بنائه، وكذلك الحكومة قاعده يقولوا مش هنلاقي مثلا سلالم تطلع للأدوار العليا في حال وجود حريق علشان نقدر نطفيها. وقالوا كمان إنه وارد إن هو يتهدم بسهولة بسبب الزلازل، لأنه هو مرتفع جداً 30 دور، يعني مش أدوار قليلة زي ما احنا متعودين. برج بولمان تتحدى كل الأقاويل ديت ومازال موجود لغاية دلوقتي. ايه تاني ممكن تقولي لنا عليه من الحاجات اللي انت صورتيها يا بسنت؟ ايه تاني؟ انا في حاجه صورتها جديده. كنت في الاقصر لسه دوبك راجعه امبارح، الاقصر واسوان، رجعت امبارح مصوره مسجد جميل جدا جدا. انا كنت ناويه احطه على الفيسبوك بس قلت لا مش يعني اكسكلوسيف بقى، يعني هيبقى عندنا هنا مع بسنت. المسجد لو حضرتك تشوفيه هتلاقيه عادي من بره، مسجد يعني عادي، قبه ومأذنتين، فلو يعني حبيتي تخشي تصلي جواه هتنبهري، تلاقي حاجه تانية تماما خالص، ما تحسيش انك في مسجد. تبص تلاقي العمدان بتاعه المسجد عليها نقوش فرعونيه، يعني ما تستوعبيش ايه اللي جاب نقوش فرعونيه في مسجد جامع اسلامي. تخشي جوه اكتر في يعني داخل المسجد نفسه جواه، تبص تلاقي طب ما هو في منبر اهوت وفي محراب، بس برضه تلاقي تاني نقوش فرعونيه. فغريب جدا المسجد دوت، مبهر جدا يعني. والمبهر اكتر فيه كمان ان هو قبل ما يكون مسجد كان كنيسه، فيعني احساس مزيج كده غريب من الروحانيات ان في المكان دوت يعني أنا الاله اتعبد. سالت اكتر على الجامع ده، انا كنت في معبد الاقصر، وعلى مدد النظر تقدري تشوفيه لان هو مرتفع المسجد. وبعدين سالت على التتابع، كل حاجة في المسجد ده أثرية، يعني الفراعنة ده أثر فرعوني، بعد كده كان في جزء روماني أعتقد، وبعد كده سألت على الجزء الإسلامي، الجزء الإسلامي ده من أكتر من 1000 سنة. فهي الفكرة أنه زي ما بيقولوا رئات الزمان عندنا يعني كبيرة وكتيرة وموجودة. هو أعجوبة، أنا مبسوطة. خلينا نتفرج على الفيديو ده لبسنت. السلام عليكم، المرة دي بنصور من الأقصر، هنصور تحديدا مسجد سيدي أبو الحجاج. المسجد زي ما انتوا شايفين من بره زيه زي أي مسجد، ليه مآذن وليه قبة، لكن من الداخل مختلف تماما عن أي مسجد دخلتوه في حياتكم. وانت داخل المسجد تبص تلاقي عمدان عليها نقوش فرعونية، ترتبك وتسأل نفسك هو انت فين بالظبط؟ ايه اللي جاب العمدان اللي عليها نقوش فرعونيه ديت عند المسجد؟ تدخل اكتر تلاقي المنبر وتلاقي المحراب، فتتاكد انك فعلا جوه مسجد. لكن تبص فوق اكتر تلاقي تاني النقوش الفرعونيه، فتسال نفسك من جديد وترتبك هو انا فين بالظبط. عشان نقدر نفهم حكايه المسجد ده كان لازم ادخل بيكم معبد الاقصر، لان ببساطه المسجد مبني فوق جزء من معبد الاقصر. معبد الاقصر كان لفتره طويله جدا زمان مغطى بالرمل وبالتراب، وفوق الجزء ده من المعبد تم بناء المسجد عام 1286 ميلاديا، وسمي ابو الحجاج على اسم الشخصيه العالمه المتصوفه اللي مدفونه في نفس المكان. بيقال ان المكان ده كمان كان كنيسه قبل ما يبقى مسجد، لكن لما أسلم من فيه بقدوم أبي الحجاج تم بناء المسجد. يعني هنا تم عبادة الإله بمختلف العقائد، العقيدة المصرية القديمة منذ آلاف السنين، وبعدين العقيدة المسيحية، وبعدين العقيدة الإسلامية. لما تيجوا الأقصر ما تنسوش تيجوا وتدخلوا المسجد ده، أنا متأكدة أن أنتوا هتقعوا في غرامه زي ما أنا وقعت في غرامه. أشوفكم في حلقة ثانية جديدة. أولا أنت عارفة الأقصر بقت عاصمة الثقافة، الأقصر بقت عاصمة الثقافة، وده كان ده حدث مهم جدا، وهي تستحق إن هي تفضل لعقود عاصمة ثقافة يعني وسياحة.
قولي لي انت كل ده طبعا بالنسبه لك امكانياتك هي كاميرا الموبايل وخلاص. مظبوط. موبايل وبايدي او سيلفي ستيك دي التكلفه الانتاجيه بتاعتك. صحيح. حلمك ايه يا فسنت؟ يعني هو انا حلمي اني اقدر اوصل رسالتي لعدد اكتر من الناس، اللي هي ان هم يقدروا يشوفوا الجمال اللي حواليهم. يعني حوالينا قد يكون اوقات الصوره تبقى صحيح مظلمه ونحس ان الظروف صعبه، بس لو دققتي شويه في تفاصيل هتلاقي في حاجات حلوه فنركز فيها. يعني الناس بتفتكر ان انا لما عملت الفيديوهات دي ان انا اقصد ان انا انشط السياحه، هو انا ما كانش قصدي ان انا انشط السياحه على قد ما كان قصدي ان انا اخلي الناس تشوف الجمال اللي موجود حواليهم. يعني فدي رسالتي وحلمي اوصلها. وحلم مذيع ده القشع خلاص. المذيع من خلاله هقدر، يعني المذيعه بتبقى عندها القدره انها توصل لعدد اكتر من الناس من خلال الشاشه. فدوت. طيب انا هقول لكم احنا اتفاهمنا وتفاوضنا مع بسنت على ايه. احنا اتفاوضنا مع بسنت على انه المكان اللي هتختاره المكان اللي جاي بدل ما هتبقى كاميرا موبايل وستيك بس، هتبقى كل امكانيات التصوير بتاعتنا تحت امرها عشان تصور زي ما هي عايزه. فهو فاضل بس ان هي تختار المكان وتقول لنا عشان يبقى التجربه يعني انضج شويه او بلاش، يعني تشوف يمكن ما عجبكيش على فكره وتقولي لا انا عايزه ارجع اصور بس بالموبايل. يعني خلينا نقول لك انه في امكانيات تحت امرك انك تستغليها وبعد كده تقرري. ففاضل بس تقولي لنا انت عايزه تصوري فين. وانا عايزه اصور في اكتر مكان بحبه بالفعل، يعني المتحف انا بسميه بيتي لما بروحه كده بلاقي ده بيتي التاني. المتحف. يعني المتحف. يعني بس مش المتحف كله، يعني لازم اكيد يعني حاجات معينه في المتحف. لان اكتر حق يعني بلاحظ ان الناس يعني بتخاف تروح المتحف، متخيله انها هتروح المتحف هتلاقي تماثيل كلها وخلاص ضخمه كده لواقفه وقاعده. بس لا، حاجات كتير قوي في المتحف لما تروحيها تشوفيها. او هقول لك حاجه، عارفه اللي بيروح المتحف كده ويقعد بس يقرا الحاجات بيبقى المتعه ناقصاه كتير، لازم حد يشرح له. صحيح. فهي الفكره الشرح دي اللي بتفرق كتير. خلاص اعتبري كل الامكانيات معاكي وهتحددي الزمان والمكان اللي تطلبي فيه الاجازه وتروحي تصوري اللي انت عايزاه. يا بسنت انا اتفاجئت، ما كنتش عارفه الصراحه ان انتوا. بسنت بشكرك وسعيده وفخوره بيكي. شكرا. ومبسوطه كمان بالناس اللي بتتابع وبتتفرج على الفيديوهات دي، يعني اثبتوا انه البنات والولاد مش بس بيتفرجوا على الفيديوهات الكوميديه وفيديوهات المكياج، لا بيتفرجوا على لما يبقى فيها حاجه عليها القيمه ولطيفه كمان بيتابعوها وبيتفرجوا عليها. الحمد لله. بسنت نور الدين بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا. في اللعبتين اخذوا 5 ميداليات. احكي لك عن مين ولا مين ولا مين. ده قصص رائعه جدا وبطولات رائعه جدا. كانوا الاولاد بيتدربوا على الرمله واحنا ما عندناش حاجه اسمها صعب. كنت بتتدرب بايه يا احمد؟ عصايه مشي. عاملين بيقول الحاج عبده، الحاج عبده فهو بيسمع اسم والده فبيجري اكتر. مش متخيله ان انت مخلص قوي لهم كده. ان انا اتعامل مع ملايكه بالشكل ده الحقيقه كانت تجربه رائعه بالنسبه لي. عشان كده انتوا في الاول اول ما لعبتوا ما كنتوش قد كده. عايز اقول لحضرتك انا كمان ما بيهمنيش. يا حسين هتسقاوة يا حسين. في رئيس مخلوع، في فنان مخلوع، ايه المشكله؟ عادي. في حاجه اسمها السبيشال اولمبيكس او الاولمبياد الخاص، بتبقى موازيه للاولمبياد اللي احنا عارفينها. الاولمبياد الخاص دي في منها اولمبياد صيفيه الكبيره والشتويه اللي فيها عدد العاب اقل شويه. من كام اسبوع من غير لا حس ولا خبر سافرت بعثه الاولمبياد الخاص المصري، سافروا النمسا، سافروا بيلعبوا في لعبتين او بيشاركوا في لعبتين. راحوا النمسا ولعبوا وتنافسوا وفي اللعبتين اخذوا 5 ميداليات، وبرضه من غير ولا حس ولا خبر رجعوا فرحانين فرحتهم في قلبهم وفي وسط اتحاد الاولمبياد الخاص ووسط اهاليهم. احنا النهارده جايين نكبر فرحتهم
ونقول انه مكانها اوسع بكتير من ان هي تكون في قلبهم بس. بطلتنا إسراء جمال من اسكندرية، مشاركين في بطولة الألعاب الشتوية للجري على الجديد. أنا سعيد جدا إن أنا موجود هنا مع الفريق المصري ومع الفرق العربية بصفتي سفير دولي دلوقتي بعد ما كنت سفير إقليمي. حاجتين مهمين لازم نقولهم. اولا انا ما كنتش اعرف ايه لعبه الجري على الجليد اللي احنا شفناهم، يعني لابسين حاجه في رجلهم وسباق سرعه يعني الجري على الجليد. فانا سالت قلت طب وهم كانوا بيتدربوا هنا في مصر فين؟ يعني احنا ما عندناش جليد. قالوا لي لا كنا بنتصرف، كانوا الاولاد بيتدربوا على الرمله يلبسوا البتاع دي ويتدربوا، والحقيقه انهم كسبوا في المسابقه دي. الحاجه الثانيه انه حسين فهمي كان معاهم في النمسا، مش في النمسا بس، حسين فهمي كان معاهم في النمسا وهيبقى معاهم دلوقتي حالا في الاستوديو مع حضراتكم يتكلم ويفرح باولاده اللي كانوا في الاولمبياد الخاص، الابطال اللي حاصلين على ميداليات، وحسين فهمي. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. مبروك، الحمد لله على السلامة. مبروك 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 يا شباب، ألف مبروك مبروك، الحمد لله على السلامة. مبروك 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 مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. فرحانة بيكم جدا وفرحانة بهلة حسين فهمي برضو معاكم حلوة. ألف مبروك. مين كسب إيه؟ كل واحد يقول لي. كل الجوائز هي الذهب. شوفي حضرتك الميداليات. أول على العالم. فريق الهوكي الارضي جايب اول على العالم. الاول على العالم فريق الهوكي. اتكلم يا محمد. انا شعبان اشرف، كنت اجري على الجليد على التل، خدت في التتابع 400 ذهبيه. انت من اسيوط يا شعبان؟ اهلا بيك. فنان حسين فهمي، من زمان ومن سنين اعرف ان انت مهتم مع بالاولمبياد الخاص، شفتك في اكتر من حدث، بس يعني اقول لك بامانه ما كنتش متخيله ان انت مخلص قوي لهم كده. يعني كنت متخيلك بتطلع يعني ايفنتين، انما انت لسنين مستمره انت ما زلت ملتزم ومحب وبتبديهم على حاجات كتيره جدا في حياتك. طبعا انا الحقيقه سعيد جدا باني معاهم. انا بقى لي 10 سنين سفير اقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا، فانا بقالي معاهم 10 سنين واخيرا بقيت سفير دولي او جلوبال امباسدر. يعني دي حاجه جديده. ايوه دي تعتبر ترقيه صح؟
يعني اكيد يعني ترقيه في الوظيفه في الكادر يعني في الكادر ايوه بس دي اعلى حاجه دي خلاص اعلى بس طبعا مفيش مرتب ولا حاجه طبعا لا مفيش هي هو عمل تطوعي وعمل انساني وانا سعيد جدا لان اللي دخلني هذا المجال المهندس ايمن عبد الوهاب فانا بكن له كل الشكر والاحترام لاني دخلت في عالم جميل جدا بالنسبه لي ما كنتش عارفه بالشكل ده وما كنتش متوقعه انه يبقى بالشكل ده كمان عالم انساني جدا يعني انا كنت في الامم المتحده لمده 10 سنين فكنت بتعامل برضو في مع اليو ان دي بي او اللي هو البرنامج الانمائي لكن ان انا اتعامل مع ملائكه بالشكل ده الحقيقه كانت تجربه رائعه بالنسبه لي انهم فعلا ملائكه طب كلموني عن سفريه النمسا دي فعلا كانت هتتلغي او كان فيها مشاكل لا لا ما كانش فيها مشاكل هي بس اجراءات في المطار لان المجموعه مسافره وكان لازم يبقى في ختم النسر على الخطاب بتاع السفر فهي اجراءات روتينيه ايوه بس انا فاهمه ان انتوا تبقى اصلا وزاره التضامن الاجتماعي يعني ما هو ده اللي حصل ان احنا كلمنا سياده الوزيره غاده والي وفي التليفون اتحلت المشكله وسافرت المجموعه بس اتاخرت عن الميعاد بتاع السفر راحوا عن طريق عمان طب ممكن تحكي لي عن واحد او اتنين منهم حسين فهمي عشان اروح لهم يعني انت شفتهم في سواء في التدريبات او هناك في النمسا قول لي مين احكي لك عن مين ولا مين ولا مين ده قصص رائعه جدا وبطولات رائعه جدا الحقيقه يعني قوي يعني وما بين كوريا احنا رحت معاهم كوريا ورحت معاهم لوس انجلوس ورحت اتينا يعني لفيت العالم معاهم قصص رائعه وبعدين الروعه في السبيشال اولمبيكس ان الاهميه هي المحاوله يعني الاولاد بتحاول الاخير هم الناس بتسقف له ان بتقف ستاندنج اوفيشن لاخر واحد بيوصل شوفي المجهود يعني شوفي على الشاشه المجهود اللي بيتحط حبيبتي انا ايه شايفه نفسك إيه؟ شايفه نفسك نور اسراء اسراء انت كنتي بتجري على الجليد ده صعب ولا سهل كان صعب مش كده انت كسبتي ايه يا اسراء في التتابع كسبتي ميداليه ايه بقى ذهب ذهب ترجمولي دول اللي انت كسبتيهم برافو يا اسراء برافو يا اسراء مين كان بيجري كمان على الجليد ده عشان يحكي لي انت كمان يا شعبان قول لي احنا طبعا مصر كلها ما فيهاش تلج كنا هنتدرب على رام يعني والحمد لله الكابتن كان بيدربني كل يوم ايوه بتتدرب على رمل فين في اسيوط بقى عندنا في الجامعة على النجيل على النجيل عندنا في الملعب وعلى الرمل بس انت تلاقيك لما رحت هناك اتلخبطت لانه مهما كان الرمل او النجيل هيبقى مختلف عن التلج يا شعبان اي صح بس الحمد لله يعني كل حاجه بتوفيق ربنا طبعا اول يوم اتلخبطت شويه ولا انا اول يوم يعني الحمد لله خدتها في 19 ثانيه ال 100 متر 19 ثانيه 19 ثانيه برافو يعني الحمد لله انا كان تدريبي مع الكابتن وجدي والكابتن عثمان عندنا في اسيوط يعني كان مستمين بيتدرب قوي وانت ازاي هناك في اسيوط عرفت موضوع الاولمبياد الخاص دي يا شعبان يعني شاركت يعني من ناحيه الجمعيات الخيريه جمعيه المجتمع العربي المدابر شاركت يعني وبعد كده دوتي عمل نظام قرعه في مصر في السفاره في مصر كانت يعني عليا يعني. مين بيلعب هوكي بقى كلكم المجموعه يعني صحيح يا اولاد ان انتوا الهوكي هنا ما كانش لسه العصيان جت قول لي ما كانش لسه جت منتخب مصر هي في عصيان مخصوص اصلا للهوكي ما طبعا الهوكي مش الهوكي اللي احنا عارفينه احنا كنا بنتدرب عصيان مقشعه اسمك ايه احمد كنت بتتدرب بايه يا احمد عصايه مقشعه ودي تنفع كله معانا بينفع كل حاجه اصل العصايه شكلها مختلف لانها مش زي الهوكي الانجليزي اللي احنا عارفينه لا هي الكوره نفسها بتبقى مدوره وفيها خرم والعصايه بتخش جوه الخرم وبيجري بيها عصايه ماشيه فعلا يعني العصايه بالظبط فممكن يتمرن بيها بس اتقل بقى الاصليين جم لكم على هناك على النمسا ولا ايه في فرق ما بينهم وبين عصايه المقشه طبعا عصايه المقشه ورقه بالنسبه لي دي جامده جدا وبتتكسر بعض الاحيان بتتكسر برده بس من كتر العنف يعني عشان كده انتوا في الاول ما لعبتوا ما كنتوش قد كده لا في جديد يعني انا سافرت قبل كده مش اول لا لما لعبتوا لما اول ما غيرتوا العصيان
لا حد قال لي انه حصل فرق عندكم. لا لا لو حصل فرق كان معنا ناس جديده لسه ما دخلتش في المود بتاع اللعب. ما دخلتش مع التيم. أوه. لما دخلت مع التيم خلاص الحمد لله بقينا يا مصر في كل مكان يعني على طول. احنا مش اول بطوله لينا. هو كابتن احمد سمير وكابتن محمد حسين دي يعتبر ثالث بطوله ليهم من اول امريكا 2009 لحد النمسا 2017. وكل كوريا الجنوبيه جايبين دهب وامريكا جايبين دهب وفي النمسا جايبين دهب. واحنا ما عندناش حاجه اسمها صعب. عندنا حاجه اسمها يعني ايه احنا رايحين نلعب على هدف واحد. هو المركز الاول. عشان مصر اسم كبير لازم ده اللي تشتغله قمه الدوري. طيب قد ايه كنتوا فرحانين يا اولاد وانتوا رايحين النمسا رايحين تلعبوا في الاولمبياد الخاص؟ قد ايه؟ فرحه جميله يعني. فرحه كبيره طبعا يعني لان دي اي حد يتمناها طبعا ان انت اسمك بتلعب باسم مصر يعني فحاجه كبيره يعني مش كل الفريق كله والكباتن والبعثه كلها كانت فرحانه طبعا لان احنا في مستوى العالم كله محبوبين يعني الحمد لله وعندنا يعني انجاز كويس سبيشال اولمبيكس زي اسمنا فيهم محترم جدا يعني جدا جدا. شعبان دي اول مره تسافر بره مصر؟ ايوه اول مره اشارك. قول لي كنت متخيل بره مصر عامل ازاي بقى؟ انا صراحه اول مره اسافر يعني بره ما كنتش متخيل يعني التلج كنتش مؤلف على التلج برضه يعني اول مره يعني اسافر اعتبر بره مصر يعني. ورجعت قلت لوالدتك ايه بعد ما رجعت من النمسا يا شعبان؟ الحمد لله انا قلت لها الحمد لله انا مبسوط جدا اللي انا شاركت وجبت بطوله اول مره طبعا اجيب بطوله يعني اعتبر انا بلعب باسم مصر طبعا طبعا. قولوا لي يا اولاد وحسين فهمي بقى كان معاكم في كل المباريات والمنافسات وكده؟ معانا وبيشجعنا كان عارفين معانا وبيشجعنا في لا بيشجعوا وتلاقيه كان بيزوغ ويروح يعمل شوبينج. لا انا كنت عارف المدرجات كان معاه بيشجعنا. لا 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 اهو موجود اهو زينك اهو. لا 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 كان بيشجعنا وكانت المدرجات بيشجعنا. مدام منى انا الوحيد لما بسافر ما بروحش بعمل شوبينج يا بشتري كتب يا بروح متاحف يا اما بروح مسارح. انا ما بعملش شوبينج خالص. طب الحمد لله. حكيت لحضرتك موقف اتفضل. كانت الخوذه اتفكت مني. يعني ايه الخوذه اتفكت مني؟ اللي هي الخوذه بيلعب هوكي. الخوذه فالفنان جه راح عملها لي وركبها لي الفنان حسين فهمي. شافها وحس ان انت في مزنق. راح جه عمل لي بصراحه. انا خدت بالي وانا قاعد بتفرج ان الخوذه مش لابسها سليم. فهو جالي جريت جري وظبطها يعني حاجه يعني موجود في كل الالعاب بجد. ايوه بيشجعنا بروح جميله جدا بصراحه. ده مش بس مع الفريق المصري اصل انا لان انا جلوبال امباسدور فانا مع كل الفرق لازم اتواجد مع كل الفرق العربيه لان السفير اصلا اقليمي وبعدين جلوبال دلوقتي يعني اللي كنت بحضر مباريات لكوريا مباريات للصين امريكا وات ايفر يعني كل الفرق. لا وروني حسين فهمي بيعمل ايه والنبي معلش هو انت بتعمل ايه؟ لا انا قاعد بديهم تعليم اشارات. والنبي سمعونا الصوت كده بيعمل ايه حسين فهمي؟ عشان تعرفي اني بشارك بجد. ايوه لا كان في الفرقه المصريه في التلفزيون. دي مجموعة مصريين افتكر يعني. جايين يشجعوا. أيوة. كان عامل اجواء يعني كان عامل جو واجواء في الاولمبياد. حلو قوي. انتوا رحتوا قبل بداية الفعاليات على طول قبلها بيوم او بيومين بس صح؟ مظبوط يعني طبعا يومين. عشان توفير التكلفة بيومين. انت رحت شفت لا الحقيقة مش توفير تكلفة قد ما هي الفرقة كلها بتوصل في التوقيت ده يعني. يعني مش توفير مفيش حد بيوصل قبل كده. عملتوا ايه حد مشاكوا الاول على التلج تشوفوا هو عامل ازاي يعني اكيد كان في اجراءات. هم نفس اليوم اللي رحنا فيه الكابتن خدنا قعدنا نتدرب على التلج يومين اتدربنا على التلج وقبل البطوله طبعا دربني الكابتن وجد على التلج برضه كان يعني قبل البطوله كان بيدربني واليومين اللي رحناهم كان بيدربني طبعا. قول لي يا شعبان النمسا دي ساقعه قوي ولا نص نص؟ لا كان الجو حلو هناك والله والشمس يعني طبعاً. انهو اسقع النمسا ولا اسيوط؟ لا طبعا النمسا. لا اكيد النمسا ساقعه جدا. ايوه الجو حلو ايه ده الجو تلج انا شايفاكم لابسين حاجات تقيله مو الجو انك حلو يعني ايه بس كان الجو متعود على ايه؟ على الجو اللي كان في مصر يعني الجو يعني الحمد لله انا هادي يعني الجو بس لما تلبس حاجه لما تلبس حاجه تقيله مش هتحس بايه؟ الجو الشتاء يعني. حسين فهمي من 10 سنين لما قالوا لك تنضم وتساند السبيشال اولمبيكس
كان عندك اي فكره عن العالم ده؟ كان عندك اي فكره عن البطولات دي، عن الاسر اللي عندها ابطال بس مش عارفه ان هم ممكن يعني يدخلوا في منافسات زي كده؟ ايوه كان عندي فكره طبعا، بس ما كنتش منغمس فيها زي ما انغمست بعد كده يعني. انما كان عندي فكره عن ايه هي القدرات الخاصه. انا كنت سفير للامم المتحده قبل كده لمده 9 سنين، فده ساعدني جدا ان انا اتعرف على هذه المجموعه الرائعه. يعني عندهم قدرات خاصه جدا الحقيقه. انما بالنسبه للسبيشال اولمبيكس بالذات هو ده اللي انا اتعرفت عليه بعد كده. ايه اللي انسانيا، ايه اللي انضاف لك من التعامل الطويل مع العالم ده؟ الناس جميله جدا، جواهم احاسيس رائعه جدا، عندهم حب للحياه وحب للناس، وما عندهمش ضغائن، مشاعرهم جميله ومشاعرهم صادقه جدا. فبتنمي جواكي احساس بالسمو، يعني احساس بالسوبليميتي كده، بتترفعي عن كل الصغائر الحقيقه، لان هم ملائكه، ملائكه حقيقي. السفريه دي جت، انت انا عارفه انك كنت مشغول وكان عندك حاجات كتيره جدا، كان ممكن تاجلها او تعتذر عنها السنه دي؟ انا اعتذرت فعلا، كنت بصور وتاجلت التصوير علشان اوصل، لان انا بقى معاهم، لان انا باستمرار معاهم في كل حاجه. لما بيبقى في مناسبه بالشكل ده يعني بأجل كل حاجه. هنا تسليم العلم، دي صوره تسليم العلم لابو ظبي. ابو ظبي 2019 هي اللي هتتولى رعايه السبيشال اولمبيكس، وده تيم شرايفر، ده كينيدي، دي امه كينيدي، اخت جون كينيدي. تيم شرايفر اللي هو رئيس الانترناشونال للسبيشال اولمبيكس، والدته يونس اخت جون كينيدي، اختي جون كينيدي. جون كينيدي، فهو اسمه تيم كينيدي شرايفر. يعني جون كينيدي خاله. بالظبط كده، خاله. وبينقله العالم من ابو ظبي. ابو ظبي في 2019 هي اللي هتاخد السبيشال اولمبيكس. هي ده كان مناسبه هايله. في ميري ديفيز واقفه كمان معانا، اللي هي النائبه لتيم شرايفر، ومعانا ايمن عبد الوهاب، و مجموعة رائعة. انت عارفهم اصل احنا دول بيبقوا ناس واقفين على المنصة وخلاص، انت زملاء. ايوه زملاء جدا. يعني كانت تجربة رائعة جدا الحقيقة، لمدة ال10 سنين اللي انا قضيتها مع المجموعة الرائعة دي، تجربة يعني عمري ما هنساها في حياتي يعني. انا عايزة قبل ما ناخد فاصل، عايزة اقول لكل الفضوليين والحشريين واللي بيدخلوا منخرهم في اللي ما لهمش فيه، انه احنا كلنا ما يهمناش حسين فهمي متجوز ولا اعزب ولا مطلق ولا مخلوع، المهم ان هو عنده رساله انسانيه وفنيه ومعاه احلى ناس في الدنيا. بقى اللقب الاجتماعي ده على فكره مش فارق معانا خالص. عايز اقول لحضرتك انا كمان ما بيهمنيش، انا زي بالظبط. انت فعلا كان لك تصريح قلته ايه؟ انا ببقى مخلوع فعلا، قلت كده ولا دي مش في رئيس مخلوع، في فنان مخلوع، ايه المشكله؟ عادي. بعد الفاصل هنرجع لأبطالنا في السبيشال أولمبيكس الشتوية والفنان حسين فهمي. دايما تقول لي راح فين زمن الشباب، ولا هيروح اول لما بشوفك ما بيروحش في حته. انت وحسين فهمي بتحبوا بعض كده ليه؟ يا حسين هتسقاوة يا حسين. وكنتي بتهزري مع حسين فهمي على طول ولا ساعات بيكشر؟ عملت العداء اللي عليا وباقي على ربنا. طب لو كانت الجايزه فلوس كنت هتديها لورده؟ لا هديها لماما طبعا. هو انتوا ليه الاولمبياد الخاص دايما كده بتفرحونا؟ اكتر لاعب جايب ميداليات. ايوه سبب السباقات، هو بيجري البنطلون وقع شويه، راح واقف عادل البنطلون مكمل. النهارده حصل ظرف غريب، الجو ابتدى يمطر، مطره طويله، مش هينفع تمشي، الثلج ابتدى يسيح شويه فبقى يزحلق. انتوا والدكم كان عندها فيلا واخدوها وعملوها اسم. جده بعد جاب قطر من مترو من فرنسا عشان يلف على الاراضي. قول لي مثلا ذبحوا لك بطه؟ فراخ طبعا. فراخ. جوز فراخ، جوزين اكيد. دعني افوز فان لم استطع، دعني اكون شجاعا في المحاوله. واحنا في الفاصل
واحنا في الفاصل جت بنوته واضح ان هي من الفريق لانه هي لابسه من المنتخب يعني لابسه التريننج. حسين فهمي اخذها بالحضن وقال لها اهلا، كانت متاخره شويه. قلت لي اسمك ايه؟ اسمي الاء عبد العزيز محمود محمد. طب وانت وحسين فهمي بتحبوا بعض كده ليه؟ عشان بشوفه على التلفزيون كتير. وانبسطتي ان هو جه معاكي النمسا يا الاء؟ اه انبسطت. طب وانت قلت لي ليك حكايه وخدتها كده بابويه كده. طبعا ليه حكايه جميله جدا. الاء يا حسين هاتي سقاوه يا حسين تليفوني يا رب. ايش قوي دي الاء؟ الاء بتغني كويس، صوتها حلو قوي. امال طبعا انت حافظه اغنيه يا حسين زمن الشقاوه؟ ايوه ايوه. دايما تقول لي راح فين زمن الشقاوه، اقول لها هيروح اول لما بشوفك ما بيروحش في حته. اموره انت منين يا الاء؟ منين؟ من مصر. من مصر منين؟ من القاهره ولا؟ من القاهره. من القاهره. بتلعبي ايه يا الاء؟ بلعب جري العاب قوه في نادي الزمالك. جري العاب قوه. واخدتي كام ميداليه؟ ثلاثه، واحده ذهبيه وواحده فضيه واحده برونزيه. برافو يا الاء. ثلاثة يا نعم. اهو لابسه الثلاث ميداليات، ذهبيه وفضيه وبرونزيه. قولي لي بقى، انبسطتي في النمسا ولا نص نص ولا تعبوكي؟ لا انبسطت جدا. انبسطتي جدا. وكنتي بتهزري مع حسين فهمي على طول ولا ساعات بيكشر؟ لا 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 صراحة كويس، بيبتسم. بيبتسم الحمد لله يا رب. الحمد لله طول الوقت بيبتسم. انا هستاذنكم، لازم نستقبل كمان رئيس بعثه الاولمبياد الخاص المصري دكتور باسم تهامي، هيكون معانا. كمان معانا استاذ عمرو الطحاوي نائب رئيس بعثه الاولمبياد الخاص المصري المشاركه في الالعاب الاولمبيه في النمسا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضل اتفضل. ألف مبروك. الله يبارك فيك. هو أنتوا ليه الأولمبياد الخاص دايما كده بتفرحونا يعني؟ صح؟ الحمد لله. اتفضل. لأنه خاص. لأنه خاص جدا. لأنه خاص صح؟ أنا عايز بس قبل ما يبتدوا أقول علاقتي بآلاء شكلها إيه. آلاء جت داخلة سبق فقالت لي أنا دلوقتي الجايزة اللي أنا هاخدها دي عشانك، أنا هكسب عشان أدي لك الجايزة. فدخلت السبق ما كسبتش، فجت بتعيط قالت لي أنا متأسفة جدا. قلت لها متاسفه ليه؟ ما شفتيش الناس واقفه تسقف لك؟ الناس فعلا واقفه تسقف. فاكره لا عم تلعدي اللي علي وبي على على ربنا. شفتي؟ واحنا هنا كمان هنسقف لها. طيب طب هسالك سؤال، لو كانت الجايزه اخذت الجايزه كنت هتهديها لحسين فهمي، طب لو كانت الجايزه فلوس كنت هتديها لورده؟ لا هديها لماما طبعا. طبعا. ايوه 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 نصحة نصحة يا الاء. ايوه برافو كده. كنت بسال على الانجاز المستمر والمستدين للاولمبياد الخاص لاولادنا اللي بيشاركوا فيه. هو الحمد لله هي الموضوع بالنسبه لنا ليه صبغه شويه، علاقه طويله يعني. احنا عندنا مجموعه العمل او القطاع التنفيذي في الاولمبياد الخاص بقالنا دلوقتي مثلا يعني في ناس فينا عدت ال 15 او ال 20 سنه بتعمل في قطاع الاولمبياد الخاص. فالموضوع اصبح فتره في الاول كان تطوع، بعدين انتقل لشغل، بعدين حاليا الحمد لله بقى في احترافيه في الشغل. فالحمد لله رب العالمين بقينا يعني على مستوى محترم، بنقدر ان احنا نشتغل، بنقدر نرتب. بقى في تراكم، تراكم خبرات يعني، مش كل مره بتبتدوا من الاول. الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله. احنا الاولمبياد الخاص منتشر طبعا في معظم دول معظم محافظات مصر، وبنعمل مسابقات في كل المحافظات علشان نعمل مسابقه جمهوريه ننتقي منها الولاد اللي هي بنعملهم قرعه وبيتعمل منها منتخبات. فاحنا الحمد لله في يعني طول السنه في شغل مستمر من خلال المحافظات او من خلال القاهره الكبرى. كل الجزئيات دي بتبقى تحضيرات. الامتحانات دي بتبقى فين معلش يا كابتن؟ يعني اشرح لي اكتر. يعني شعبان قال ان هو جاي من اسيوط، سالته قال لي اه انا دخلت في مسابقه، بس برضو مش عارفه السكه ازاي. احنا الحمد لله بنعمل، احنا عندنا مسابقات الفرع، العاب مسابقات الفرع بنعملها في مثلا محافظه زي محافظه اسيوط، بنعمل مسابقه داخليه جواها تؤهل
من خلال قرعه لان هم يشاركوا في الالعاب الوطنيه. الالعاب الوطنيه دي هي اللي احنا لا يعني لو اسره عندها ابن او بنته عايزه يشارك في الاولمبياد الخاصه يقدم فين؟ يسال على مين؟ من خلال الجمعيات او من خلال المؤسسات او مدارس تربيه فكريه او الجمعيات الخاصه او الاهليه او الانديه او مراكز الشباب. بيتوجه للمؤسسه بتاعته او الجمعيه بتاعته الهيئه بيسجلها بيسجل اسمه عندها وهو من خلال بيتسجل عندنا الهيئه نفسها بتسجل عندنا. هو الموضوع برضو بيبقى فيه صبغه تانية صبغه رسميه اكتر شويه. احنا الحمد لله المؤسسه بتاعت يونيفاي ايجيبت للدمج المجتمعي عامله بروتوكول تعاون مع وزاره التربيه والتعليم وفي نفس الوقت برضو الحمد لله احنا مؤسسه بتتبع وزاره التضامن الاجتماعي. بنبدا ان احنا نتفاعل مع وزاره التضامن بناخد قائمه او لسته بالهيئات او المؤسسات اللي بتخدم ذوي الاعاقه الفكريه اللي موجوده جوه كل محافظه. نبدا نتواصل معاهم تليفونيا او بالفاكس او بكذا وبعدين بنبدا نبعت مندوب لينا في المكان. بنبدا بالحاله دي بنعمل زي سيرفي نلم البيانات بتاعه المحافظه او المكان. بنبدا بعد كده بيبقى عندنا قاعده بيانات للمحافظه سواء من المدارس التربيه الفكريه اللي هي تبع لوزاره التربيه والتعليم او من التضامن الاجتماعي او من وزاره الشباب والرياضه زي الانديه ومراكز الشباب اللي فيها نشاط ذوي احتياجات خاصه. من كده دي الشبكه اللي احنا بنبدا نتواصل بيها مع كل محافظه من المحافظات بتاعتنا. طيب انا سالت الاولاد الاول على موضوع التلج وموضوع الهوكي الارضي. في دول كتير عملت اللي عملوه الاولاد عندنا ان هم بيتدربوا على حاجه تانية غير التلج. يعني الدول العربيه معظم الدول العربية طبعا اللي هي ما عندهاش تلج. احنا مصر طبعا تغلبنا عن الجزئية دي ان احنا استغلنا الرمال بتاعت الهرم وفي البنت اللي عندنا من اسكندرية بقينا على شط اسكندرية على الرمل بتاعتها. وده المعتاد بينا يعني اي مشاركات لينا في الالعاب الشتوية دايما بنستغل الجري على الجليد في ان احنا بنستعوض عنه بالرمال. طبعا دي كانت نقطة اندهاش جامد جدا للدول برة ازاي وطبعا المتطوعين معنا اللي هم الموجودين من الالعاب نفسها من البطوله هناك مستغربين في اول تمرينه احنا عملناها هناك على التلج وازاي انتوا اول تمرينه ليكوا على التلج والولاد دي وازاي الولاد بيجروا كده وازاي كويسين كده. فدي كانت نقطه اندهاش يعني الحمد لله بترفع من روحنا المعنويه شويه. احسن واحد عندنا جري على التلج من اللي موجودين هم المجموعه حلوه وبالذات كان في التتابع عملوا شو كويس جامد قوي ما بين طبعا شعبان معانا كابتن محمد عبده البونبونايه بتاعتنا ارفع ايدك كده يا كابتن محمد. اهلا يا كابتن محمد البنبونية. انا سمعت ان انت عظيم محمد اقف محمد كده اقف يا محمد اقف يا محمد عشان تقف ده اكتر انا قالوا لي ان محمد عبده ده عظيم وشاطر جدا قالوا لي انه اكتر لاعب جايب ميداليات. ايوه فعلا هايل. جايب كم ميداليه؟ جايب 3 ميداليات. ثلاث ميداليات كلها في واحده ذهب واثنين ذهب واثنين ذهب واحده فضه. ومين بقى اللي مسميه الشيخ عبده؟ هو عشان والده احنا هو اسمه محمد عبده طبعا فاحنا كان النداء بتاعنا بقى كلنا يا حاج عبده يا حاج عبده فبيجري بقى يا حاج عبده يا حاج عبده لان هو احنا هنبلغ حاج عبده بان انت بتجري فاهمين بقول يا حاج عبده يا حاج عبده فهو يسمع اسم والده فبيجري اكتر. لا لذ حاجه في سبب السباقات هو بيجري البنطلون وقع شويه راح واقف عادل البنطلون ومكمل برافو ده كان شو جامد برافو اهم حاجه لما يوصل يبقى شيك يعني ايوه مظبوط لا وهو كمان يعني مش عايز اقول لك احنا يوميا الصبحيه انا بصحى على ضحك محمد عبده هو ساكن في الغرفه اللي فوق في الدور اللي فوق مني بس انا سامع صوته جاي لي من بره من الشباك هو عمال بيلعب مع بيهزر مع الكابتن وجدي وكابتن وجدي يهزر مع بعض وصوت الضحك جاي لنا من الشباك ايه يا محمد احنا خلاص احنا صحينا بقى يبقى لازم نلعب مع بعض ونضحك صح. في ناس بتفتكر انه وجود شخصيات معروفه او سيلبرتيز ده وجاهه لهم وهقول برضو بصراحه في ناس من الشخصيات المعروفه بتاخد الموضوع ده وجاه طبعا بس انا عارفه انه حسين فهمي ما بياخدهاش وجاه يعني قول لي ايه الفرق احكي لي لانه هو بقى في حب وفي عشره ما بينه وما بين الولاد. النهارده احنا مش بنتكلم في ان هو بيتعامل مع الولاد او البعثه دي او كده لا هو في احنا بقى لنا فتره زمنيه كبيره قوي في تواصل مع الولاد بيحبوه عن قرب مش انا اسف طبعا مش الفنان الكبير حسين الفهمي بيحبوه الشخصيه اللي بتهتم بيهم بيني وبينك
هو يتحب في كل الأحوال. الكذب خيبة يا كابتن حقيقة يعني. الكذب خيبة. ومش عايز أقول لحضرتك يعني دايما في طابور العرض وكده بيبقى حريص إن هو يخش مع الولاد ويبقى مع الولاد مش في يعني مكانه طبعا في الفي آي بي فوق. لا لازم الولاد أبقى مع ولادي الأول ومع الولاد. والولاد بتتعامل معاه بألفة اللي هي من هنا بقى دي اللي هي بتاعت ربنا واللي هي داخليه بتاعت القلب. لو خدنا الجانب الثاني في موضوع الوجاهه ده انا بمثل مصر ولما بطلع بشرف بلدي لاني بتعامل مع رؤساء جمهوريات بتعامل مع تعاملت مع مستشار النمساوي بتكلم معاه بمثل مصر في احسن تمثيل بقدم ولادنا مش بس من مصر ولكن من الدول العربيه كلها كمثل يحتذى به بنعبر عن بلدنا على اننا دوله متحضره بتتعامل مع ذوي القدرات الخاصه باسلوب خاص فكل ده دي مسؤوليه عليا ان انا بتعامل اولا بتكلم اللغات بتاعت هذه الناس فكرهم ازاي اوصل لهم واوصل لهذا الفكر دي مسؤوليه كبيره عليا دي ملهاش دعوه بالوجاهه اذا كان وجاهه زي ما الكابتن قال دلوقتي اقعد فوق في الفي اي بي واشاور من بعيد كده انا بنزل مع الاولاد وببقى معاهم في التراك مش يعني انا مساله الوجاهه دي مش في ذهني لان اوريدي الحمد لله يعني خدت من الشهره ما يكفيني فمش ناقص شهره يعني فانا بعملها بحب وبصدق وزي ما حضرتك عرفتي كده هي مساله كلها تطوعيه يعني هي تطوعيه بس في حاجه بيسموها الاستمراريه يعني كان ممكن تعملها فترات كتفقد الحماس يعني انا هقول حاجه مثلا النهارده حصل ظرف غريب طبعا مش لازم اقول انه ذا حسين فهمي الشهير عشان برنامج تلفزيون يعمل معاه مقابله ممكن يفضل يجري وراه شهور وايام ويمكن سنين يعني دي في شغلانه الاعلام عندنا كده عايز تعمل مقابله مع حسين فهمي اقعد بقى احلم كتير هو كان في ميعاد محدد مشكورا ومحبا مع ولاد سبيشال اولمبيكس هيكون معانا في البرنامج حصل له ظرف طارئ مش فاهمه ملابساته في كهرباء قطعت عنده ولا في التصوير في حاجه كده اتلعبكت فيبدو انه الكرو بتاع التصوير قال له مش هينفع تمشي الكهرباء اتقطعت وتاخرنا في التصوير الحقيقه انه انا من جواه كنت متاكده والله وقلت له كنت متاكده انه مهما كان الظرف كان هيجي في ميعاده مع اولاده اللي هو وعدهم ان هم هيطلع معاهم في التلفزيون هو ده حسين فهمي يعني ايه بقى اللي حصل في التصوير النهارده قول لي بقى خلينا في اللي احنا فيه لان ده اهم صدقيني ايه اللي حصل في التصوير ولا حاجه كهرباء قطعت فتاخرت في التصوير فالدنيا باظت فالمواعيد باظت بس انا دايما بحاول احافظ على مواعيدي يعني باستمرار بحاول احافظ على مواعيدي يو ار ايه اغرب موقف حصل في النمسا او اطرف موقف حصل في النمسا هو في حفل الافتتاح موقف برضو متعلق بفنان حسين فهمي هما كانوا بيقولوا ان الجو هيبقى برد كتير وخلي بالكوا الدنيا هتبقى صعبه وهيبقى فيه مطر وهيبقى فيه كذا وهيبقى فيه كذا طبعا في 2013 كنا في كوريا وكان طبعا دخلنا طابور الافتتاح طبعا الحمد لله زي ما الفنان حسين فهمي معودنا ان هو موجود معانا وداخل معانا طابور العرض ففي 2017 السنه دي واقفين كلنا الجو ابتدى يمطر مطره طولت مطره جامده مش هزار يعني والمطره ما بتسكتش وبعدين لقينا استاذ حسين فهمي داخل علينا بس هو ما كانش في الاول باين ان هو استاذ حسين فهمي هو المهندس هاني يعني لابسين كابيشو وكل حاجه في الدنيا وبعدين هتخشوا امتى فكلنا وقفنا دلوقتي اهو احنا معاكم طب اتفضل فبالامانه يعني الموضوع بعد اذن حضرتك ردا على الجزئيه بتاعه الوجاهه او جزئيه كذا لا خالص ده الموقف بتاع الافتتاح الجو بيمطر كل الناس قاعده وكل واحد واخد مكان ساتر خالص وشماسي لا خالص احنا دخلنا والفنان حسين فهمي موجود معانا حتى اعتقد المقاطع اللي كانت بتتعرض كانت مبينه ان الجو بيمطر احنا كنا واقفين قبلها فتره طويله قوي في المطر لغايه ما دخلنا في الجزئيه دي ايه ده انت فعلا بابا نويل ف
دي في الجزئيه دي. بالنسبه للمباريات وللتشجيع اثناء الماتشات انت هنا يا اسراء. بالنسبه للجزئيه بتاعه المباريات، كل المباريات بتاعه مسابقات الفلور هوكي الفنان حسين فهمي موجود فيها، قاعد في المدرجات. هتلعبوا في ملعب واحد ولا في اثنين ولا في ثلاثة؟ حفظ طبعا فين واحد وفين اثنين وفين ثلاثة. موجود هو والجاليه المصريه اللي كانت موجوده هناك. بس هو بقى فهمني دلوقتي ان هو دلوقتي بقى سفير دولي، فهو كان لازم يشقر على الكل بصراحه برضو. ماشي، بس ماتشات مصر مفيش شك، بس دوره دوره في يعني في برايورتي، في اولويات. بس دوره فعلا مع الجاليه مع كل البعثات كان جميل جدا. هو كان جالنا طبعا فوق في شلادمين، المكان اللي فيه جري على الجليد. شلادمين دي المنطقه اللي في الجبل فوق اللي كان فيها مسابقات التلج. دي فين؟ في النمسا بقى، في الشمال ولا دي قريبه من جراتس؟ ده الألب. ها في الألب. بس طبعا مرتفع جامد جدا، يعني السحاب في نص الجبل، احنا بنكمل صعود لحد فوق. طبعا استاذ حسين كان موجود وكان معانا، وكان بيصعد معاكم؟ لا ده هو كان معانا في قلب الحدث، في اثناء المسابقات والجري. وهناك الجري يعني اي حته حضرتك واقف على تلج، والتلج ابتدى يسيح شويه فبقى يزحلق. يا صلاة النبي. فطبعا الواقف يعني الواقف يشجع، ده واقف يكافح بيكافح يا ما فيهاش اي وجاهه خالص، مفيهاش اي وجاهه. لما الواحد ياخد هدر مفيش وجاهه. لا دي بهدله خالص. لا فعلا. وهناك انا كنت بدي جوائز كمان لكل الفائزين من دول ثانيه، يعني اديت جوائز لكوريا، اديت جوائز للامريكان، لمجموعات كتيره جدا. انا سمعت حاجه حلوه في السبيشال اولمبيكس، انه عشان ما يكسروش بخاطر اي حد هما بيدوا ذهبيه وفضيه وبرونزيه، انما الكل بعد كده بيسقفوا لهم وبيحسنوا انهم فايزين. ده مظبوط، بياخدوا شارات. فعلا وبياخدوا شاره بالظبط. دي حاجه هايله. هي المشاركه هي اصل، هي اهم حاجه في السبيشال اولمبيكس، هي المحاوله. يعني اي ترايد، انا حاولت زي ما هلا قالت لك، انا عملت اللي عليا والباقي على ربنا. والباقي على ربنا بتعمل عليها. هي دي السبيشال اولمبيكس، هي دي حلاوه السبيشال اولمبيكس. والاخير دايما بيبقى فيه ستاندنج اوفيشن، الناس بتقف تسقف تسقف للاخراني، سقفه مستمره، سقف مستمر للاخير، حد اخر واحد بياخد تشجيع اكتر، كمان بياخد تشجيع اكتر الاخير. انا بقى متحضرين قوي برضه الناس دي، حاجه حلوه. طيب متحضرين قوي، لايف ستايل لايف ستايل. مش عايز اقول لحضرتك الاء خدت ستاندنج اوفيشن. فضلوا سقفوا لما جت تعيط، قلت لها الناس كلها وقفت تسقف، عايزه ايه اكتر من كده؟ انت عيطتي جامد يا الاء؟ جايه عشان قالت لي انا كنت عايزه ادي لك الجايزه. عيطتي جامد؟ الحمد لله عملت عليا. الحمد لله. بس بس انت حاولتي. كابتن فاطمه صاحبتها كانت معاها، كانت كابتن فاطمه مدربه. احيي المدربه بتاعتها، المدربه بتاعتي، واحيي كابتن وقتي المدرب بتاعها كابتن احمد وكابتن محمد. برافو عليك. احنا طبعا قسم اللاعبين بتاع الولاد اللي هو دعني افوز فان لم استطع دعني اكون شجاعا في المحاوله. ده قسم سبيشال اولمبيكس على مستوى العالم. ممكن تقول تاني الشعار؟ دعني افوز فان لم استطع دعني اكون شجاعا في المحاوله. دعني اكون شجاعا في المحاوله، يعني let me win and if I don't at least I was courageous in trying. ده السلوجان الانترناشونال. الميزه لما احنا بنعمل بنلقي الضوء على ده، مش بس احنا بنشجع ولادنا ومش بس ان احنا بنساهم او بنشارك في محفل عالمي، احنا بنربي حاجه جوه اجيال جايه. هي يمكن تكون موجوده في قطاعات بس لسه مش موجوده بعمق في قطاعات تانية، انه اي نقص فينا مش مجال لا للضعف ولا للمعايره، ده اللي بنربيه في اجيال جديده وجايه، انه يبقى ان احنا نسقف للي بيحاول مهما كانت امكانياته، ان احنا نكبر ونعظم من امكانيات تانية موجوده. دي رساله اكبر بكتير من فكره ان احنا نشارك في لعبه وناخد ميداليه، وهو ده اهميه مشاركه حد زي حسين فهمي. مش في كلام كبير كده بنقوله في التلفزيون رسائل مجتمعيه، هو ده بقى، هو ده، انه اي حد قدام التلفزيون بيتفرج لازم يعرف انه ما ينفعش من جواه ينظر نظره قليله او صغيره لحد عنده اي جانب من جوانب النقص. هي الفكره برضو قائمه على حته ان الاولمبياد الخاص بيغطي جميع جوانب الشخصيه بتاعه الولد.
بيخش على كل التفاعلات بتاعته، تفاعلاته مع أسرته، تفاعلاته مع المتطوعين، تفاعلاته هو بيلعب رياضة، تفاعلاته مع الشركاء بتوع اللي هم الأسوياء، ممكن يبقى فيه مسابقات. الفريق بيحتوي على مجموعة من اللاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية زائد مجموعة من اللاعبين الغير مش عايز أقول يعني الأصحاء، والاثنين بيلعبوا مع بعض تيم واحد، ولما بيفوزوا بيفوزوا مع بعض، ولما بيخسروا بيخسروا مع بعض. هي الفكرة إن هو عايز يبقى مجتمع واحد، كلنا حاجة واحدة، كلنا بنكمل بعض على الريسبكت، على الاحترام وعلى الرحمة، الاثنين مع بعض كلنا بنكمل الاحترام والرحمة بالزبط. وأهم حاجة الانكلوجن اللي هي الدمج، الدمج مع المجتمع. صح صحيح. احنا عندنا كباتن هنا مدربين قاعدين، برحب بيكم بحييكم، وما تاخذوناش الكنبة صغيرة شوية. انا بحييكم وبشكركم على ادائكم في النمسا، بشكر حضراتكم على ادائكم في النمسا، وان انتوا ولادنا خليتوهم يرجعوا مش بس بميداليات، باحساس رائع بالفوز. بشكركم شكر جزيل. انت بتبوسي مين يا الاء؟ تبعتي بوسه لمين؟ ترينر. تحبيها؟ هي اسمها ايه؟ بطوطه. بطوطه. بتحبي بطوطه يا الاء؟ اه كده. ليه بتحبي بطوطه؟ ليه؟ هي المدربة بتاعتي. هي المدربة بتاعتك. طيب بتدربك جامد وشديدة ولا طيبة؟ بتدربك يعني بتبقى شديدة وقاسية في التدريب ولا لا بالراحة؟ لا لا لا، هي جميلة زي الفل. زي الفل. انت زي الفل يا بطوطة. طبعا انتوا عرفتوا السر ان انا اسمي بطوطة. السر فاطمة، قلت فاطمة مثلا. بطوطة. ما هي فاطمة فعلا. اه ومين سماكي بطوطة؟ هي. لا انت سميتيها بطوطه؟ بتدلعها. اه طبعا طبعا. طب في فيلم اليومين دول نزل فيلم في السينما، وبعدين قال يعني معلش هو بره الموضوع سبيشال اولمبيكس، قالوا ده قصه حسين فهمي والفيلا فيلا اسم الدقي. انا اسفه جدا. لا اسم حلوان. هو انتوا الاسم اتلخبط. اه لا انتوا مش انتوا 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 والدكم كان عندها فيلا واخدوها عملوها اسم؟ لا كان عندها حلوان كلها مش بس مش بس البيت. هو كل مره ايوه اي طبعا اعمل لك ايه؟ طيب تقول لنا المره اللي فاتت اي حد ساكن في حلوان عارف الحكايه دي، فيعني انا مش ببالغ. لا 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 حلوان ايه بتاعتك؟ حلوان احنا يعني جدي الكبير محمود باشا فهمي هو اللي اسس حلوان، هو اللي ابتدى حلوان. ومحطه القطر والمترو، المترو اللي جابه جد الاستاذ حسين علشان في الوقت اللي لا كان لا لا المترو كمان جد استاذ حسين. لا 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 هقول لحضرتك حاجه، لا اصل انا شفت البرنامج ده ولحد دلوقتي عالق في ذهني. ايه بقى؟ في الوقت اللي كان اي صاحب اراضي او كده بيعدي عليها بالكاريته بالحصان وكده، جده بعد جاب قطر من مترو من فرنسا عشان يلف على الاراضي. ايوه مظبوط القطر. اللهم لا حسد يعني. ايه طيب؟ ودي كانت اجابه سؤال. هو ده. دي كانت إجابة سؤال كمان. لا هو محمود باشا فهمي كان رئيس مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية اللي هو البرلمان بمجلسي الاثنين، وكان ساكن في حلوان، هو اللي ابتدى حلوان. يعني كأنه رئيس مجلس الشورى والشعب مع بعض. ايوه مظبوط. الاثنين المجلسين المجلسين كان رئيس المجلسين. فكان ساكن في حلوان، فعملوا المترو بتاع حلوان عشان يجيبوه من حلوان وينزل يركب الكاريتا لغاية البيت، ولما يوصل المترو بباب اللوق يوصل بالكاريتا لغاية البرلمان. ما شاء الله. المترو ايه بالظبط. طيب طبعا ده تاريخ عظيم. ده تاريخ إيه عظيم. بس من ضمن بقى الحاجات اللي اتصدرت فيلا بقت ايه الاسم؟ اسم كان اسم حلوان مش اسم الدقي. اسم حلوان. وانتوا رفعتوا قضيه وكسبتوها باين ولا ما كسبتوهاش؟ ايوه 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 بس مش عارفين ناخد الاسم لغايه دلوقتي. كسبتوا القضيه. ايوه. عملوا بقى فيلم على الحدوته دي. سمعت كده. ايوه. المؤلف اتخيل بقى انه اصحاب الفيلا اتمل يعني او اصحاب الاسم بموجب اصحاب الفيلا اللي بقت اسم عايزين بيطالبوا. أيوة. بيها. وبقوا عايشين هم والمساجين مع بعض في الاسم. انا ما شفتوش بس سمعت كده. ايه لا لازم تتفرج عليه. اروح اسكن هناك بقى مع المساجين انا كمان. لا لازم تتفرج على الفيلم ده. ده الفيلم بطولة ميرفت امين، ده لدرجة ان كان في حرج. هي الناس لا ما قالتليش الحقيقة. هكلمها اسالها على الموضوع. انت بتكلمها؟ طبعا. هلا احنا اصدقاء جدا يعني. دي ام بنتك. ام بنتي منى طبعا. طيب يعني الاسم لسه انتوا ما عرفتوش تعملوا فيه ايه؟ لسه ما استلمناهوش. بس عندكم امل يعني؟ عندك امل تستلموا؟
والله ما اعرفش يعني، انا سايبها للظروف لما يعني قصص من ايام اهلي ابتدوا القضايا دي. هو انتوا رافعين قضيه مش الاسم بس، على كل الاملاك بتاعتكم؟ اه عندنا املاك كتيره جدا صادرت واتحكم لكم بس مش عارفين تنفذوا. مش عارفين ننفذ في حاجات كتيره، وفي حاجات راجعت، وفي اراضي راجعت كانت متبوره، ويعني في حاجات ما رجعتش، وحاجات ما بترجعش، وحاجات مش هترجع. يعني رحله قضائيه طويله يعني. طويله في حاجات كتير عايزه طوله نفس. طيب هرجع تاني للسبيشال اولمبيكس، الاولمبياد الخاص. انا عايزه كل واحد من الابطال اللي عندنا يمسك الميكروفون يقول لي احلى حاجه في النمسا كانت ايه، في كلمتين احلى حاجه كانت في اللي انتوا شاركتوا فيه في النمسا ايه. ابتدي انت بقى. مؤمن احمد. مؤمن احمد. مؤمن احمد. هو مؤمن احمد. يعرف نفسه. انبسطت في النمسا؟ انبسطت الحمد لله. اكتر حاجه بسطتك ايه؟ ممكن اكتر حاجه بسطتك؟ ممكن. طب يا حبيبي يا روحي الحمد لله ان انت انبسطت. الحمد لله انك انبسطت يا مؤمن. رحت اصلا ما فهم معنا من رحت حفل الافتتاح لخدمتي الخاص. الحمد لله خدمة الحمد لله. الحمد لله تستاهل. تستاهل. تستاهل يا مؤمن. ورقصنا مع بعض انا. رقصتوا ايه؟ رقص الماني مش كده؟ يعني ايه رقص الماني؟ على المزيكا الماني رقصنا مع بعض. لا ما طلعش في دماغي اقول لكم ارقصوا دلوقتي. ما لا لا ما لا ما هم يعني ايه رقص الماني؟ لازم المزيكا. لازم المزيكا. ايه الرقص الالماني دي ازاي يعني؟ كانوا بيرقصوا الماني بالاكورديون كده، بيلعبوا لعب الماني في بافاريا، فرقصنا مع بعض مش كده؟ قرب الميكروفون وقول لي. انا يوسف حسين. اسعد لحظه بالنسبه لي، اسعد يعني اول ما خدت الميداليه حسيت ان انا بجد رفعت علم مصر. برافو. ودي احسن لحظه بالنسبه لي ان انا في علم مصر في النمسا. انا الجو مش يعني الجو جميل كل حاجه، بس الاحسن ان انا ارفع علم مصر في النمسا، واتمنى بربنا ان انا ارفع علم مصر في كل البلاد اللي انا اشارك فيها في الالعاب اللي جايه ان شاء الله. وبحمد ربنا اكتر يعني ان ربنا كرمنا وصلنا للنمسا بفضل المدربين بتوعنا الدكتور باسم والدكتور عزت والدكتور وكابتن احمد وكابتن انت منين؟ من القاهره؟ أو انا من حلوان. من حلوان. بلديات من عند حسين فهمي. انا عارفه هو عارف كل حاجه بس ضحك. من عند حسين فهمي. ايوه بلدياته. واتمنى بربنا يعني ان ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله يعني، ومسانده المصريين اللي كانوا معانا هناك في النمسا يعني عملوا لنا جو جميل جدا وشجعونا جامد يعني، والحمد لله بفضل الله خدنا البطوله بتشجيعهم لينا وحماس المدربين معانا يعني الحمد لله. الحمد لله. وبحمد ربنا اكتر يعني على كل حاجه جميله انا وصلت لها هناك. الحمد لله. شعبان قول لي اهلك استقبلوك ازاي لما رجعت؟ صراحة كانوا مبسوطين جدا وكانوا عاملين لي طبق حفلة، فكانوا يعني مبسوطين جدا. لا يعني قولي مثلا ذبحوا لك بطة يعني قولي لي قولي عملوا ايه؟ الصراحة صراحة كان فراخ طبعا. فراخ. جوز فراخ. جوزين اكيد. ايوه مش اقل من كده. ما عزمناش. مش عزمنا. لا ده مش اقل من كده. قولي انت معاك ميكروفون. قولي يا عم. كنا في سفينة النمسا وجيت خدنا الحمد لله خدنا البطولة المركز الأول في البطولة العالمية والمركز الأول الحمد لله. كابتن أحمد بنشكره فيه قوي، بيتعب معانا في التدريبات وكده والحمد لله يعني كده. وسافرت في أمريكا 2009 خدنا المركز الأول مع كابتن أحمد الحمد لله بنشكره فيه معانا من كل البطولات، بروح معاه كل مرة كده يعني الحمد لله بنكلمنا كده. أنت منين؟ من مصر. من القاهرة. من القاهرة برضو. منين؟ من مدينة السلام. من مدينة السلام. واضح انك بقالك سنين كتيرة معاه. برافو عليك. بقالي سنين كتير. والحمد لله بأي بطولة في مصر كده بشتغل في أي بطولة يعني كده، كرة القدم وكرة سلة أي حاجة. وسافرت في مصر في الإسماعيلية برضه لعبنا كرة سلة كده برضه، قعدنا أسبوع في الإسماعيلية الحمد لله كده. أنا أي بطولة بشترك فيها يعني كده. برافو عليك. أي بطولة الحمد لله بشترك فيها يعني. برافو عليك. حد هنا يا ولاد عايز يقول حاجة؟ اللي عايز يقول حاجه يقول. قول. انا اسمي سيد حمدي. الحمد لله خدت الميداليه ووفقنا اسم مصر. برافو يا سيد. والكباتن كمان لاي حد عايز يقول حاجه عنده الميكروفون. اقف لو اتفضل. اللاعب هيثم محمد ابراهيم حارس المرمى وكل الارض. حارس المرمى. اهلا بيك حارس المرمى. هيثم محمد ابراهيم الحمد لله رفعنا راس مصر وخدنا الميداليه الذهبيه. لا قولي اكتر حاجه بسطتك هناك ايه؟ حفله الافتتاح والختام واشكر الكباتن اللي دربونا اكثر مجهود عشان نعرف نجيب بطوله لمصر.
من فرس مصر. مبروك عليك. ألف مبروك. ألف مبروك. تحدي هنا. يعني أصعد لحظة لينا بفوزنا في النهائي بالبطولة. طبعاً طبعاً. لمصر كلها. لحظة. دي أجمل لحظة. كابتن أحمد. كابتن احمد مبروك يا كابتن احمد مبروك. احنا كمان سعداء بيك. اي بطل عالم يبقى كابتن. اي بطل عالم يبقى كابتن على طول. اي بطل عالم يبقى كابتن. عشان كده عرف نفسه كابتن خلاص. هو ياخد اللقب. ياخد. برافو برافو يا كابتن. احنا سعداء بيك ومبسوطين انه في عندنا مجتمع في مصر مهتم بالاولمبيات الخاص، سواء جمعيات اهليه او اباء او اسر او فنانين. دي حاجه بتقول عن جانب انساني وحضاري عندنا، وزي ما قلت انتوا الرساله اللي بتقدموها اكبر بكتير من فكره المكسب او الفوز او الميداليه. هي فكره انسانيه بدرجه الاولى، فكره فيها النبل والعداله والرحمه والدمج، كلنا بنكمل بعض، ودي اعظم حاجه في النشاط اللي انتوا بتعملوه. ممكن اخد صوره جماعيه بعد ما اسمع كلمه اخيره من حسين فهمي؟ هتاخدوا معانا صوره جماعيه. عايز اسمع كلمه اخيره. انا عايز اشكر حضرتك على هذا اللقاء، وبشكر كل الجمهور الجميل اللي موجود معانا. واحب اشكر الشعب المصري كله لاهتمامه بالسبيشال اولمبيكس واهتمامه باولادنا من ذوي القدرات الخاصه، وبالذات شكر خاص للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لأنه بيشجع الحركة بتاعتنا بشكل كبير جدا، وده كان ليه صدى رائع في العالم. لأن في الحقيقة المحافل الدولية لما بتعرف أن رئيس الدولة بنفسه مهتم. إحنا لما كنا في كوريا كان رئيس الدولة موجود، لما كنا في لوس أنجلوس زوجة رئيس الجمهورية كانت موجودة، ميشيل أوباما بيدي دعم بيدي زخم بيدي دعم. المستشار النمساوي كان موجود بنفسه لما كلمت معاه وقال لي بلغ السيسي شكري لاهتمامه بهذه الحركة. فدي حركة دولية في الحقيقة، والحمد لله ابتدت تكبر وابتدت بقت عاملة زي السنو بول. يعني دي حاجة ما كانش حد متخيل انها ممكن توصل لهذا الحجم، وهتكبر ان شاء الله باذن الله. فانا بشكر الشعب المصري وبشكر كل المسؤولين في الحقيقه، السيده الوزيره غاده والي، السيد الوزير يعني وزير الشباب خالد عبد العزيز، كل الحقيقه المسؤولين اللي بيدعموا هذه الحركه، وعلى راسهم طبعا ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للدول العربيه وشمال افريقيا، وسيادة الوزير السابق هاني محمود اللي هو رئيس اليونيفاي ايجيبت المسؤول عن الحركة في مصر. ممكن اخد صورة جماعية؟ ممكن اخد صورة جماعية يا شباب؟ تفضل.